صباح الخير على كل المصريين وكل اللي بيتابعونا في كل مكان على أرض مصر وعلى أرض العالم العربي. صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل الناس. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا الصباح، هنتكلم فيها عن فقرات وخدمات كتير ومتنوعة اللي احنا عودناكم ان احنا نقدمها لكم كل يوم، وهيكون معايا زميلي محمود السعيد. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا نهى، وصباح الخير على كل مشاهدينا. يا رب صباح تفاؤل زي ما نهى بتدعي، ويا رب دايما يكون ويك اندز كمان سعيد. يعني دايما بيبقى الويك اند عارفين الحلقه بتاعته بتكون اخف شويه، بنستنى اليوم يخلص، لكن احنا ان شاء الله نعدي معاكم اليوم بسرعه، ودايما نقدم لكم كل الاخبار والفقرات والخدمات المتنوعه اللي دايما ان شاء الله بندعي انها تنال اعجاب حضراتكم. ودايما باذن الله لو عندكم اي حاجه جديده عايزين تشوفوها، اي تفاعل عايزين تعملوه، دايما على صفحاتنا على السوشيال ميديا ابعتوا لنا دايما في هذا الصباح، وان شاء الله نجيبها لكم وتكون موجوده معانا على طول. لينا على طول بنروح لسؤالنا، واللي متعودين مع حضراتكم بنبدا دايما برنامجنا بسؤال وبنتكلم عن مواضيع معاكم. النهارده هنتكلم يعني في حاجه كلنا لينا اراء فيها وكلنا لينا فيها فكر معين وكلنا بنختلف عن بعض. ده بنحاول ان احنا طبعا بنسالكم فيها، بتجاوبوا علينا على السوشيال ميديا زي ما قلنا في البدايه، وكمان بننزل الشارع بنقول اراء الناس عشان نستفيد كلنا من بعض ونحاول ان احنا نوصل لطريقه تعامل او طريقه تفكير معينه. النهارده هنتكلم عن اختيار توجهات الطفل، بمعنى هل انا بتدخل مع ابني او بنتي في انه عايز حاجه معينه، عايز، احنا طبعا اتكلمنا قبل كده على فكره الشغل و و و، لكن في اختيار لبس، في اختيار شغل، في اختيار دخول جامعة، في رياضة، يعني سواء بقى حاجة رياضية، حاجة تعليمية، في لبس، في أي حاجة، هل الصح إن احنا نتدخل في الاختيار ده؟ إيه رأيك إنه؟ بص يا محمود، يمكن في السن الصغير طبعا صح، يعني هم بيبقوش فاهمين، ما بيبقوش عارفين مهاراتهم فين. معظم الولاد بيبقوا عايزين مثلا يلعبوا كورة، ومعظم البنات عايزين يلعبوا حاجة بناتي شوية، مش عارف، ما بيبقوش بالظبط ما بيبقوش عارفين هم الصح يروحوا فين، فساعتها بيحتاجوا لتوجيه. بس لو وصلوا لسن مثلا معين، سن 12 13 سنة، اللي هم فاهمين شوية وابتدوا ان هم مش عارفين يدوا اكتر في التمرين ده او في حاجة معينة، يبقى هم مش حابينها أو مش عارفين يدوا فيها. زي بالظبط الجامعة، يعني زمان كان أهالي كتير بيغصبوا أولادهم خش طب، خش هندسة، دايما الفكرة دي كانت مترسخة بالظبط، فممكن يقضي سنتين ويضيع سنتين من عمره، في الآخر هو بيسقط لأنه هو مش حابب الدراسة دي. وفي الأدبي كمان على فكرة، يعني مش بس الحاجات العلمية، لو حد دخل أدبي وهو ميوله علمية مش هينجح فيها، مش هيعرف يدي فيها. انت عشان تدي في حاجه لازم تبقى حاببها ولازم تبقى عايز تدي فيها. يعني لما تدخل مثلا ولد هو نفسه يلعب كوره وتدخله تمرين تاني، هو مش هيبقى مبسوط ورايح التمرين، مش هيبقى عارف يتمرن كويس، بيبقى بيفكر في حاجه تانية والعكس صحيح. فدايما انت عارفه ده كمان، يعني كان في حد شاطر قوي من معارفي يعني عمل الحاجه. الفكره كمان زي ما انت قلتي، السن الصغير احنا بنساعد الاطفال في الموضوع، مثلا بالنسبه للرياضه، يعني لو بنتكلم على موضوع الرياضه، فكان بيتكلم معايا انه لما سال حد من المتخصصين كان يتكلم ان الاطفال في السن الصغير ممكن تلعبهم كذا لعبه بالزبط. بحيث ان هو متقبل ده وبيقدر يعمل ده وهو صغير، وتشوفه والله هو بيحب يروح تمرين السباحه، بيحب يروح تمرين الكوره اكتر، بيحب يروح تمرين الكاراتيه اكتر. فهي ليها علاقه بان انا بخليه يجرب كل حاجه. وكذلك على فكره، يعني المراحل التعليميه اللي معموله زي ما انت قلتي في الاول كمان والطفل لسه صغير، هي فكرتها كده انه انا بشوف درجاته من الاول، بيتعرف على كل المواد، بنشوف درجته هنا احلى، انا شايف والله انا ابني بيحسب العمليات الحسابيه بسرعه، يبقى هو ده على الاقل دليل او زي ما بيقولوا كده مؤشر ان هو كويس في الماث، كويس في الرياضيات، يبقى دي الحته. واحد مثلا بيحب يحكي قصص والتاريخ و فهنا احنا دايما لازم ناخد بالنا من المؤشرات دي، هي دي اللي هتساعدنا في الاختيارات. لكن زي ما انت قلتي ما ينفعش ان احنا نبقى بنفرض على حد حاجه. زي بالظبط يا محمود لو رحنا الموضوع مهم جدا برضو، هو موضوع الجواز. يعني لا ده يعني ما ينفعش خالص ان الاهل ممكن يقولوا رايهم، بس ما ينفعش يتدخلوا، لان ده بيبقى او مش يتدخلوا، يعني يفرضوا الراي اللي هم شايفين ده كويس. طب ما هو ممكن يبقى بني ادم كويس فعلا، بس هو مش هينفع مع البنت، او هي مش شايفه ان هو نفس التفكير، نفس الطموح، نفس الحياه اللي هي عايزه تعيشها.
فدي برضو من الحاجات اللي التدخل فيها يمكن بيبقى في البنات اكتر طبعا، هم ما بيبقاش عند الولاد قوي، فيمكن التدخل فيها ما بيبقاش صحيح لحد معين، يعني في لحد معين انت بتتقبل الاراء، بعد كده اللي هو مش هينفع، لان انت ممكن تبقى لو معود بناتك طول عمرهم ان هم يسمعوا كلامك، وجه في حته زي دي انت ممكن كاب او كام شايفين ان البني ادم ده كويس جدا، وفعلا هو يبقى يكون كويس جدا، بس مش مناسب للبنت، مش مناسب. يمكن هي عندها طموح اعلى منه، ما ينفعش ان هي يبقى عندها طموح وان هي عايزه تكبر مثلا في شغلها وهو مجرد انه عايز يفضل، يعني الحاجات دي كلها بقت تفرق كمان مع الانفتاح والاختلاف اللي حصل في السنين اللي فاتت. عايز اقول لك ده بقى ممكن يبقى تحت عنوان كبير او المظله الكبيره، فكره التربيه، ان احنا بنبقى مسؤولين ساعتها عن حياه حد، يعني الطفل ده ممكن حياته تتغير سواء باجبار على حاجه تعليميه معينه، ممكن حياته تتغير باجباره على فكره على رياضه معينه، ممكن حياته تتغير مثلا زي ما انت قلتي انه يجبر على مثلا ارتباط معين. فاحنا يا جماعه نصايحنا اللي بنحاول يا رب انها تكون مفيده من خلال كلامنا دايما مع الخبراء، لا كلموا مع اولادكم، اديهم الراحه في الفتره وهم صغيرين، هي دي الفتره اللي خليهم ياخدوا فترتهم في انهم يجربوا حاجات كتيره عشان تقدروا تساعدوهم وتوصلوا للاختيار الصح المناسب ليهم. طبعا يا محمود، واتمنى ان كل الناس تعرف تتعامل مع اولادها صح، وتعرف يعني تخليهم يطبقوا اللي هم عايزينه في حياتهم. ودلوقتي معادنا مع اول فقره هنقدمها لكم، وهي الحاله الجويه وحاله الطقس، واللي هتقدمها لنا زميلتي ليلى سكافوزي. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير عليك يا نهى ويا محمود، شكرا لكم. صباح الخير مشاهدينا الكرام، وإلى تطورات حالة الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما عن حالة الطقس المتوقعة ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. هذا وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، كذلك الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد. هناك أيضا مشاهدين نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية كذلك على فترات متقطعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لليوم، فدرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الصغرى هي 13 درجة مئوية، العظمى 21 درجة مئوية، كذلك الإسكندرية 13 الصغرى، العظمى هي أيضا 21 درجة مئوية، مطروح 12-20، بورسعيد 12-22، درجات الحرارة متقاربة نوعا ما. أما درجات الحرارة المتوقعة في شرم الشيخ كذلك الصغرى 20، أما العظمى فهي 25، الغردقة 25 العظمى، أما الصغرى فهي 16 درجة مئوية، الأقصر 23 العظمى، أما الصغرى فهي 11، أما أسوان مشاهدينا الكرام فدرجة الحرارة الصغرى فيها 12 درجة مئوية، أما العظمى فهي 24 درجة مئوية. طيب، للمزيد من يعني التفاصيل عن حالة الطقس المتوقعة واللي كلنا ربما نسأل عليها هذه الأيام، تنضم إلينا عبر الهاتف دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك دكتورة منار، وصباح الخير عليك أولا. اهلا بحضرتك استاذه ليلى، صباح الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني سمعنا من حضراتكم من هيئه الارصاد الجويه عن الجو خلال هذه الايام بانه سيكون هناك عواصف ترابيه، الجو غير مستقر نوعا ما، وبالفعل هذا ما حدث بالامس. ماذا عن حاله الطقس المتوقعه لليوم دكتور، لو تطمنينا؟ يعني هو بالفعل يا فندم احنا شاهدنا بالامس ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وشاهدنا الرياح القويه اللي اثارت الرمال والاتربه ووصلت العواصف الترابيه على القاهره الكبرى وبعض المحافظات زي الاسكندريه والمحافظات الشرقيه في البلاد، وايضا كمان شاهدنا بالامس سقوط امطار متوسطه على السواحل الشماليه وشمال الدلتا. مع مساء الامس بدات الرياح تهدأ نوعا ما، ان شاء الله اليوم بنشهد اعتدال كامل في حركه الرياح على كافه مناطق الجمهوريه، بنشهد استقرار تام في الاحوال الجويه على كافه المناطق، كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس على كافه الانحاء. الطقس بيكون خلال ساعات النهار اليوم بيكون لطيف على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وشمال الصعيد وايضا محافظات الوجه البحري،
بيكون معتدل الحراره على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار ومع زياده فترات طلوع اشعه الشمس. لكن يعني العاصفه اللجويه دي دكتوره منار، غياب اشعه الشمس درجات الحراره بتبدا تنخفض والانخفاض بيكون ملحوظ والطقس بيكون بارد على كافه انحاء الجمهوريه. ايوه يا فندم. يعني العاصفه الترابيه التي شهدناها بالامس، هل نتوقع ان يكون هناك موجه ثانيه لهذه العاصفه ام لا؟ لا الحمد لله، احنا بالامس انتهت خلاص العاصفه وبدانا الرؤيه تتحسن الان على الطرق، كلنا ملاحظين الاستقرار في الاحوال الجويه الان والتحسن كامل في الرؤيه الافقيه. لكن وارد جدا يحصل بعد كده حاله او تقلبات جويه، احنا لسه في فضلنا اسبوعين في فصل الخريف، فوارد جدا يحصل تقلبات جويه ممكن يبقى معاها نشاط رياح او سقوط امطار، لكن لحد منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله احنا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه. طيب احتمالات هذه التقلبات، عفوا للمقاطعه، احتمالات هذه التقلبات هل ممكن ان تكون في مناطق يعني معينه اكثر من مناطق؟ لا هي بتبقى حسب التوزيعات الضغطيه المؤثره على المناطق، بس احنا دايما احنا داخلين على فصل الشتاء كمان، فدايما المناطق الساحليه من البلاد وشمال البلاد عموما هو اللي بيتاثر بحالات عدم الاستقرار اكثر من المناطق الجنوبيه في البلاد، يعني السواحل المطله على البحر المتوسط، الدلتا، القاهره الكبرى، ممكن كمان بيوصل لشمال الصعيد، ده متوقع ان المناطق دي لان احنا داخلين على تحديدا مطروح والصعيد. لا مطروح طبعا من ضمن السواحل المطله على البحر المتوسط، فوارد جدا محافظات شمال الصعيد الى منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله، ومحافظات كمان جنوب الصعيد بتشهد استقرار تام في الاحوال الجويه، وارد جدا يحصل طبعا تقلبات جويه او سقوط امطار على اقصى جنوب البلاد، يعني احنا ان شاء الله من اليوم السبت والحد القادم عندنا فرص لسقوط الامطار على مدينتي حلايب وشلاتين اقصى جنوب البلاد، ففي فرص تقوم لكنها امطار ان شاء الله هتبقى امطار خفيفه ومش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه، لكن التقلبات الجويه زي اللي احنا شهدناها بالامس او ممكن يبقى سقوط امطار غزيره وارد جدا تحصل، خصوصا ان انا بقول لحضرتك فضل لنا فصل اسبوعين في فصل الخريف وكمان داخلين على فصل الشتاء اللي معروف بتقلباته الجويه ومعروف بوجود المنخفضات على البحر المتوسط اللي بتاثر بانخفاض درجات حراره، بتاثر بنشاط رياح او سقوط امطار متفاوته الشكل. خلينا نتكلم عن الامطار دكتوره منار، قلتي انه في امطار وممكن تكون متفاوته الشده، ربما ما هي المناطق المتوقع ان يسقط فيها امطار؟ متوقع الامطار دي احنا طبعا كنا اصدرنا تقرير مناخي ودراسه مناخيه لفصل الشتاء وكمان لشهر ديسمبر اللي هو الشهر اللي احنا موجودين فيه ده، وقلنا ان اكثر المناطق اللي هتتعرض لسقوط الامطار هي المناطق الساحليه للبلاد، دي هتتعرض لامطار متفاوته الشده وهتكون كمان اعلى من المعدل، لكن المناطق اللي في القاهره الكبرى والواجهه البحري سقوط معدل سقوط الامطار عليها خلال شهر 12 كله هيبقى ان شاء الله في المعدل الطبيعي، كمان شهر 12 بيشهد ارتفاع في درجات الحراره اعلى من المعدلات المناخيه، هو مماثل للعام الماضي لكنه بيكون اعلى من المعدلات المناخيه اللي احنا متعودين عليها، ففصل فشهر 12 ان شاء الله يبقى شهر دافي على كافه مناطق الجمهوريه. ان شاء الله، شكرا لك يا دكتوره منار، بالفعل يعني سنتابع مع حضراتكم كل ما يخص الحاله الجويه المتوقعه وتنبؤات هيئه الارصاد الجويه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل. إلى هنا مشاهدينا الكرام تكون قد انتهت هذه الجولة عن أحوال الطقس، أعود الآن إلى زميلي محمود ونهى لاستكمال ما تبقى معكم من فقرات. شكرا طبعا يا ليلاس على فقرة الطقس، وإن شاء الله لسه خدمتنا مستمرة معاكي ونشراتنا الإخبارية. شكرا جزيلا لك يا ليلاس. طيب زي ما احنا متعودين بعد خدمة أخبار الطقس على طول بنروح لحضراتكم عشان نقدم لكم خدمة أخرى وهي مواعيد قطارات من وإلى الوجه القبلي والبحري، تعالوا نتعرف عليها ونرجع نكمل مرة تانية.
ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع الفقرة الرياضية الثابتة اللي بنقدمها لحضراتكم كل يوم، واللي بنتعرف فيها على أهم التمارين اللي نبدأ بيها يومنا وتخلينا نحافظ على لياقتنا وصحتنا. النهاردة هيكون معانا كابتن هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية. تعالوا نشوف مع بعض هيقدم لنا التمارين إيه ونرجع نكمل تاني. يا صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. صباح الرياضة، صباح الحيوية. احنا كل مرة متعودين نعمل تمرينات بالادوات البسيطه، ازازه ميه، دمبل خفيف، فعايزين ننوع شويه عشان الدنيا تبقى مختلفه معانا ونستفاد اكتر. فانا قلت اجيب لكم النهارده الرابر باند او اللي هو الاستيك ده. ده بسيط قوي وثمنه برده بسيط، نقدر نجيبه ونتمرن بيه. يعني الالوان بتاعته دي عباره عن مقاومات، كان زي ما احنا بنشيل كيلو او 2 كيلو او 3، الالوان ليها علاقه برده بالمقاومه. اجيب يعني اخف حاجه عشان انا اقدر اعمل بيها التمرينات بتاعتي. انا جبت ده معايا بالذات ليه؟ عشان خاطر اقدر اعمل بيه تمرينات للجسم كله، مش لمنطقه معينه بس، اقدر استفاد لكل عضلات الجسم واعمل بيه تمرينات بسيطه وسلسه في البيت برده، ومش هنصعب عليكم حاجه. نقدر نقول بنستخدمه ازاي؟ همسك الرابر باند بتاعي. نبدأ بقى التمرينات بتاعتنا. هلف ورا ظهري، اوكي، وامسكه وليكن من هنا، عشان طبعا حسب كل واحد وطوله. انا على طولي همسكه من هنا، حد تاني اطول هيمسكه من هنا. همسك الرابر باند حطيته على ظهري اهو، هقفل وهفتح، هقفل وهفتح. ده تمرين لعضلات الشست، اوكي. اعمله تاني، حطيته اهو في ظهري، هقفل وهفتح. اعمل 10 عدات، 2 3 10، خلاص، واستريح شويه واكرر ده 3 مرات، اوكي. انا عملت تمرين للشيست. نعمل تمرين كمان للشيست برده في ظهري اهو، واعمل تشيست بريس. اعد 10 عدات، اوكي، واستريح واكرر ده 3 مرات. ادي تمرينين للشيست اهو، اقدر اقوي بيهم عضلات الشيست. للعضلات الشيست عنده ضعيفه وعاوز دايما يخلي شكله كويس ومقبول. نعمل تمرين تاني لعضلات الظهر. همسك برده الرابر باند، هحطه بقى في رجلي من تحت، هدوس عليه برجلي الاثنين، اوكي، وامسكه من طرفه. هعمل واحد، بصوا، هسحبه لجنبي، واحد اثنين، انا مايل لقدام سنه زي ما انتم شايفين، وكاني قاعد لورا شويه وبسحبه، كوعي في جنبي، واحد، اثنين، ثلاثة، أعمل 10 عدات، أوكي؟ أعمل 10 عدات واستريح وأكرر ده 3 مرات، ده تمرين كويس قوي. تعالوا نعمل تمرين للكتف، يلا بينا، نفس زي ما أنا واقف، أوكي؟ أهو، لو شايفين رجليا محطوط أهو فيها الرابر باند، وهمسكه من اليد بتاعته، وأعمل التمرين اللي هو الفلاي أو لاترال ريز. واحد، اثنين، ثلاثة، عد 10 عدات، اوكي، واستريح اكرر ده 3 مرات، اوكي. نعمل تمرين تاني برضو للكتف، بدل ما كنت برفع ايديا للجنب هرفعها لقدام. واحد، اثنين، اعد 10 عدات واستريح واكرر ده 3 مرات. اظن كويس قوي ان شغلت عضلات الابر النهارده، الجزء الكبير بتاعها زي عضلات الصدر، عضلات الظهر، عضلات الكتف، كويس قوي. طيب تعالوا نعمل بقى حاجات لعضلات الدراع عشان ما ننساهاش بالمره. نفس الوضع برضو، انا دايس على الرابر باند، هعمل باي كيرل اللي هو بطن ايدي بقى. واحد، اثنين، برضو اعد 10 عدات، ما تنسوش في كل طلعه من دول انا بخرج النفس اللي انا باخده وانا تحت. اعد 10 عدات وبعدين استريح واكرر ده 3 مرات، ده تمرين كويس قوي لعضلات الدراع. نعمل برده حاجه، احنا ده الباي، الجزء الامامي من الدراع، نعمل بقى للتراي، اوكي. همسك الرابر باند كده اهو من ورا، وكاني دراعي اخره اهو، متني هو عند دماغي، اطلع فوق بقى، اشد لفوق،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أعد 10 عدات وأكرر ده 3 مرات. أظن تمرينات بسيطة مرنا بيها عضلات الجسم اللي فوق الأبر بادي كله، نشطناها لو إحنا بنعمل 10 عدات 3 مرات في كل حاجة، وبستريح كويس هعمل تقوية لعضلات الأبر بادي بشكل كويس جدا. لو حاسس إن العضلات دي محتاجة أعمل لها تحمل أكتر، ممكن بدل ما أعمل 10 عدات أعمل 12 أو 15 عدة واستريح، برضو هيبقى العضلات دي فيها تحمل أعلى شويتين. ده تمرينات مقبولة وكويسة وبسيطة، وما اتحررتش زي ما انتوا شفتوا من مكاني. بعد ما اخلص التمرينات بتاعتي دي هعمل بقى شوية استرتشات بسيطة افك بيها اللي انا عملته كله. فلو بديت استرتشات للعضلة الكبيرة للظهر، هزق نفسي لقدام زي ما انتوا عارفين، او خليني بالجنب اهو اهو 20 ثانية او 20 عدة افك بيهم عضلات ظهري. للشيست احاول اشبك ايديا ورا وارفعها فوق واشد الشيست بتاعي لورا، حسب بقى كل واحد والمرونه بتاعته. في ناس تقدر ترفع دراعها لفوق شويه، ده كويس. وبعدين الباي زي ما اتفقنا، همسك من هنا واشد دراعي عشان اعمل له ستريتش عشان افكه، اوكي. والتراي نفس الفكره كده اهو، وبزق بزقه من هنا لورا على قد ما اقدر. خلصت استرتشات، فكيت جسمي كله بعد التمرين كويس قوي. ان شاء الله المره الجايه نعمل تمرينات بنفس الاستيك او الرابر باند ده لللور بارت بتاع الجسم عشان نبقى شغلنا الجسم كله. صباح الخير عليكم، يا ريت تنفذوا ده، ما تنسوش هيفرق معاكم جدا. ده المستوى اللي بعد ازايز الميه اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا. طبعا بنشكر الكابتن هشام العوضي على الفقره الرياضيه اللي دايما بيقدمها لنا هو ومجموعه من الكباتن، بيكونوا موجودين معانا كل يوم الصبح. وبننتقل دايما معاكم من الفقره الرياضيه والتمارين الرياضيه لاخبار الرياضه، وهنروح مره ثانيه لزميلتنا ليلاس كافوزي. اليك يا ليلاس. شكرا لك محمود، واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الجوله الرياضيه. يستأنف اليوم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الأردن يوم السبت القادم في ربع نهائي بطولة كأس العرب. وكان كيروش قرر منح المنتخب راحة من التدريبات عقب مواجهة الجزائر، في حين لم يتأكد حتى الآن من مدة غياب الثنائي أيمن أشرف وأحمد حجازي عن التدريبات بعد إصابتهما. هذا وأشاد كيروش بأداء لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أنه يمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين في مختلف المراكز قادرة على صنع الفارق في المنافسات القادمة. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام للمزيد عن هذا الموضوع عبر الهاتف هاني عبد النبي الناقد الرياضي. برحب بك سيد هاني بداية على شاشة أكسترا نيوز وفي برنامج هذا الصباح. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك يا ريلاس وتحياتي لكل مشاهدين القناة. شكرا لك. يعني ماذا عن استعدادات المنتخب المصري إذن القادمة مع الأردن؟ توقعاتك لها؟ ان شاء الله طبعا احنا كلنا بنتفائل بعد المستوى المتميز، والروح هي الاهم طبعا في اداء المنتخب الوطني. المنتخب الوطني قدم مباراه ولا اروع امام المنتخب الجزائري بروح عاليه جدا كنا نفتقدها او كنا نتمنى ان تكون متواجده في بطوله 2019 اللي اقيمت في مصر، وبالتالي دايما هي دي السمه الاساسيه والغالبه على اداء المنتخب المصري في كل البطولات المجمعه اللي بيشارك فيها سواء عربيا افريقيا عالميا، ان سمة الروح العالية هي اللي بتضغى
وهي اللي بتدينا مؤشر ايجابي حول استعدادات المنتخب سواء كانت ايجابيه او تتوقع بيه. تستمر سيده هاني هذه الروح الرياضيه العاليه، وايضا ما هي توقعاتك بالنسبه للتشكيل المتوقع للمباراه القادمه مع الاردن؟ بالطبع الروح طالما موجوده نقدر نقول ان احنا نقدر نوصل لابعد مكان في البطوله ان شاء الله. التشكيل اعتقد في ظل غياب الثنائي احمد حجازي وايمن اشرف نجمي خط الدفاع المنتخب الوطني، اعتقد ان محمد الشناوي زي ما هو موجود في حراسه المرمى هيكون من امامهم. اعتقد ان هيكون الونش مع احمد ياسين وعمر كمال واحمد فتوح في وسط الملعب السوليه وحمدي فتحي وزيزو، ربما نجد في الخط الامامي عوده احمد رفعت ومحمد شريف ومصطفى فتحي من جديد لتشكيله المنتخب. اعتقد ان ايمن اشرف خلاص حصل له تلاشي بشكل كبير جدا بسبب اصابه جزع في الرباط الخارجي للركبه في المباراه الماضيه، وبالتالي اعتقد ان هو مش هيلحق، ومن الافضل الحفاظ على اللاعب خاصه قبل مباراه النادي الاهلي. في يعني لا تتوقع انه ايمن اشرف يكون ضمن المباراه القادمه، ولكن ماذا عن احمد حجازي ومحمد افشا ايضا سيد هاني؟ لا، محمد مجدي افشا اعتقد ان هو متاح في المباراه المقبله، ما فيش اي مشكله بالنسبه له، وان كان برضو الجهاز الفني مش هيدفع بيه من البدايه بمبدا ان اللاعب مش جاهز 100%، خاصه ان هو عائد من اصابه، وبالتالي هيديله ممكن بعض الدقائق في المباراه حسب الاحتياج ليه. لكن بالنسبه لاحمد حجازي في محاولات مستميته من الجهاز الطبي برئاسه الدكتور محمد ابو العيلة ان هم يحاولوا يجهزوه، خاصه ان جهاز العضله الخلفيه بتتراوح مده علاجه ما بين لاعب والتاني حسب استجابه اللاعب نفسه للعلاج. واعتقد ان هم شغالين على الموضوع ده بشكل كبير جدا، وان كان احمد حجازي مش هيقدر يلعب مباراه الاردن ربما يكون نجمنا متواجد في المباراه بعدها بعد ان شاء الله تاهل المنتخب المصري امام منتخب الاردن. نقطه ناكد عليها ان منتخب الاردن مش المنتخب الضعيف، مش المنتخب الهين اللي احنا نستهين بيه، لا ده هو منتخب قوي يلعب كره قويه سريعه، لديهم من الحماس الشديد ايضا هم كمان معاهم الامير علي ابن حسين رئيس الاتحاد الاردني اللي بيدعمهم بشكل كبير جدا في البطوله هناك، واللي بيحضر التدريبات بشكل يومي. نتمنى ان لعيبة بيتنا تاخد الحذر، يكون عندهم اصرار، نعول الكثير على احمد رفعت، لان احمد رفعت هيكون مفتاح شديد او قوي للمنتخب الوطني في الجبهه اليسرى في الهجوم. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد هاني عبد النبي الناقد الرياضي، حدثنا عبر الهاتف على كل هذه المعلومات. قال النجم الفرنسي تيري هنري أن الدولي المصري محمد صلاح بات لاعبا مخيفا الآن. وقال تيري هنري في حوار له مع جي كيو هذه المجلة العالمية أن صلاح تألق في الأشهر الثلاث أو الأربع الماضية وقدم مستويات رائعة مع فريقه ليفربول، كما يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، وهو في طريقه لأن يكون أفضل لاعبا في العالم. أشاد الأسطورتان نيل لينون مدرب فريق سيلتك السابق وريو فرنانديز مدافع مانشستر يونايتد السابق بالدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والإنجازات التي يحققها بعد كل مباراة يشارك فيها. ووصف النجمان مستوى صلاح بأنه الأقرب للأرجنتيني ليونيل ميسي. ودع برشلونة الإسباني منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونخ الألمانية بثلاثية نظيفة. أحرز أهداف البايرن توماس مولر في الدقيقة 34 وساني في الدقيقة 43 وجمال موسيالا في الدقيقة 62. وبهذه الخسارة ينتقل برشلونة للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته.
هذا وفاز يوفنتوس على ضيفه مالمو السويدي بهدف دون مقابل على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل مويسكين هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 18 ليتصدر يوفنتوس المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي، فيما تجمد رصيد مالمو عند نقطة واحدة بالمركز الرابع. فقد تشيلسي الإنجليزي صدارة المجموعة الثامنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لصالح يوفنتوس الإيطالي بعد تعادله مع ضيفه زنت سان بطرسبورغ بثلاثة أهداف لكل منهما. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد البلوز إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفريق الروسي عند 5 نقاط في المركز الثالث، حيث سيتحول لخوض منافسات ملحق الدوري الأوروبي. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تأجيل مباراة أتلانتا الإيطالي ضد فياريال الإسباني لمدة 24 ساعة بسبب تساقط عاصفة ثلجية حالت دون إقامة المباراة التي كان مقررا لها أن تقام في 10 مساء الأربعاء على ملعب جيويوس بمدينة لومباردي ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وبذلك تقام المباراة في 10 من مساء اليوم الخميس على نفس الملعب لحين تحسن الأحوال الجوية في إيطاليا. أعلن نادي توتنهام هوتسبير تأجيل مباراته مع ضيفه ستاد رين الفرنسي في دور المؤتمر الأوروبي والتي كانت مقررة اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف النادي اللندني. وأضاف توتنهام في بيانه أن المناقشات جارية مع الاتحاد الأوروبي لتحديد موعد آخر للمباراة. كما أكد المدرب أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة في صفوف توتنهام، بينهم 8 لاعبين و5 من أعضاء الجهاز المعاون. أزاح متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الستارة عن علامته الجديدة والتي تحمل الشعار حماية تراث وثقافة كرة القدم، وذلك في إطار التركيز على الاحتفاء بتراث وثقافة كرة القدم على المستوى العالمي. من جانبها وصفت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الشعار بأنه علامة فارقة كبيرة ويفتح بابا جديدا للعمل الثقافي المهم لمتحف فيفا على المستوى العالمي. وفي السياق ذاته عرب ماركو بازويني المدير الإداري لمتحف الفيفا عن سعادته بالكشف عن العلامة والشعارين الجديدين. أعلن الفريق الطبي المعالج للأسطورة البرازيلية بيلي نقله إلى مستشفى ساو باولو لتلقي العلاج من جديد بسبب إصابته سابقا في تورم في القولون. وأصدر مستشفى ساو بيانا أكد خلاله استقرار حالة الأسطورة الكروية بيلي، وتوقع الفريق الطبي المعالج للأسطورة البرازيلية أن يغادر المستشفى خلال الأيام القادمة بعد الوقوف على حالته واستقرارها بالشكل الأمثل. إذن مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية، أعود الآن إلى زملائي محمود ونهى لاستكمال ما تبقى معكما من فقرات. شكرا لك يا ليلاس. بعد مرورنا بأكثر من معركة في حربنا ضد فيروس كورونا، وطبعا اللي بيساهم ارتفاع عدد الأشخاص اللي اتطعموا بلقاحات كورونا في تقليل خطر انتشاره وبالتالي القضاء عليه، ظهر متحور جديد مثير للقلق وهو متحور أوميكرون، واللي تم وصفه بأنه الأسرع والأكثر انتشارا من بين كل المتحورات السابقة، واللي كان أخطرها على مستوى الانتشار طبعا كان متحور دلتا. وعشان كده مهم ان احنا نعرف اخر تطورات التعامل مع متحور أوميكرون والاحتياطات اللي لازم نقوم بيها
مع قرب احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، ونتعرف على الموقف الوبائي في أوروبا واللي بتواجه موجة شرسة للفيروس. هينضم لينا عبر سكايب من روما دكتور فؤاد عودة، رئيس رابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير للجميع. دكتور، لو في الأول حضرتك ممكن تكلمنا عن آخر التطورات الخاصة بمتحور أوميكرون الجديد، وكمان يعني هل بدأت الدول الأوروبية في تقبل الوضع والتعامل معاه كأي متحور آخر من متحورات كورونا بعدما أثبتت الأيام أنه مجرد متحور جديد وليس بالخطر؟ نعم، بالنسبة للمتحور أوميكرون زي ما صرحنا من أول يوم على شاشة تلفزيون إكسترا نيوز، أثبت أنه يسبب 99% تقريبا أعراض خفيفة، لا يسبب فقدان حاسة الشم، لا يسبب فقدان حاسة التذوق، يصيب أزيد الشباب، يزيد أزيد الأطفال، أسرع انتشارا، عنده 53 طفرة. هذا لا يعني أنه أزيد خطورة. حتى الآن لا نسجل أرقام بالنسبة للتوفي، في أزيد من 72 دولة وصلها للمتحور أوميكرون. هو متحور مثل كل المتحورات، يختلف بوجود عدد كبير من الطفرات، وخصوصا 32 طفرة موجودة في البروتين الشوكية، وهي مفتاح يستعمله الفيروس لدخول خلايا جسم الإنسان. الفيروس ينتشر، وعشان ينتشر وما يتوفاش أو ما يموتش لازم ينقسم ولازم يتغير، وتغيره هذا له احتمالين، أو يصير أخطر أو يصير أزيد انتشارا. اليوم إحنا نسجل تقريبا فيروس جديد تغير في 85% في جميع الفيروس الأصلي، عشان هيك فيش خوف، وللأسف زي ما صرحنا أول يوم كان مبالغ كثير بخبر وجود أوميكرون مع نعم. لكن هذا لازم دكتور لازم عفوا للمقاطعة، لكن هذه النقطة على وجه الخصوص، فكرة يعني الشعور بخطورته كان من الإجراءات التي اتخذت من قبل عدد من الدول بغلق المجال الجوي مثلا بعد ظهوره في جنوب إفريقيا، وقف الطيران، بعض الدول أغلقت المجال الجوي بشكل كامل. هل ذلك لسرعة الانتشار زي ما ذكرت حضرتك، أم أن هذه الدول لا يوجد بها تطعيم على القدر الكافي؟ يعني ما سبب هذه الإجراءات المشددة رغم كما ذكرت حضرتك أنه يعني لا يختلف كثيرا عن باقي المتحورات؟ نعم، بالنسبة للإغلاق والوقاية وأنه في متحور جديد، هذا خبر مهم، بس في نفس الوقت لازم يخضع عنا أخبار مثقين فيها أنه خطير. حسب رأيي الإغلاق في بسرعة ضد جنوب أفريقيا، وخصوصا من الدول الأوروبية، الدول الأوروبية فيها لقاحات، الدول الأوروبية فيها لقاحات بنسبة تختلف من دول لدول. للأسف وهون لازم الواحد يحكي الواقع، في أوروبا في فشل كبير لمقاومة كورونا فيروس، وكثير من الدول اللي فشلت في مقاومة كورونا فيروس استغلت خبر وجود أوميكرون عشان تغطي فشلها، لأنه المتحور مثل المتحورات السابقة وليس أخطر من المتحور دلتا، مع أنه وزارة منظمة الصحة العالمية بالأول كانت خطير، وإحنا كنا لا يا عم لازم نستنى أول شيء الإحصائيات والنتائج، وبعدين
صلحوا ومش أول طيب مرة بيصلحوا دكتور البيان. فؤاد، يعني دعني أتطرق مع حضرتك لسؤال آخر وهو بخصوص البي سي آر. يعني قد علمنا قبل كده أن دلتا كان قد قادر على التحايل على البي سي آر وإظهار النتيجة بالسلبية، وأيضا ظهرت بعض الإحصاءات أن أوميكرون بيفعل نفس القصة بخصوص تحليل البي سي آر، وأنه ممكن يتحايل وأنه يظهر نيجاتيف أو سلبي رغم أن البني آدم بيكون عنده هذا الفيروس. إذن إزاي البني آدم أو الإنسان المصاب بأوميكرون أو دلتا يقدر يكتشف رغم أن البي سي آر ممكن يطلع سلبي؟ نعم، هذا سؤال مهم. هذا واحد من الإجراءات اللي كانت لازم تنعمل، زي ما إحنا بنقول تطوير المسحات حسب المتحورات الموجودة، لأنه ظهر في إيطاليا نفس الإشي وفي أوروبا. عشان هيك لما عشان نقدر متأكدين الشخص اللي عنده أعراض أو بشوف عنده أعراض أول إشي في أول أيام، حسب النصيحة اللي إحنا بنعطيها دائما إنه يعمل حجر صحي ذاتي وينتظر نصائح الدكتور ويعمل المسحة. وإذا المسحة سلبية ويستمر بالأعراض، يعيد بعد 12 ساعة أخرى مرة المسحة، لأنه المسحة وإذا سلبية في ثلاث احتمالات: أو البي سي آر ما كشفش أو ما شخصش وجود الفيروس، أو انعملت بشكل غير صحيح، أو انعملت في وقت سريع، لأنه إحنا مش لازم نعملها فوراً بعد أول أعراض، لأنه إذا بنعملها فوراً بعد أول أعراض بتغدى سلبي. المهم تطوير، زي ما تفضلتي، مهم تطوير المسحات دائماً مع جميع المتحورات اللي بنكتشفها يومياً، لأنه في متحورات كثيرة في العالم، وأزيد من 55 متحور اللي تكونوا في العالم. نعم دكتور فؤاد، يعني بنستأذن حضرتك تخليك معانا، هنروح بس نوري المشاهدين بعض النصايح من منظمة الصحة العالمية من خلال إنفوغراف، ونرجع نكمل مع حضرتك مرة تانية. طيب، عودة مرة أخرى للدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية للشرق أوسطية. دكتور، يعني مع دخول أو مع قرب الأعياد وأعياد الكريسماس ورأس السنة، دائما مع كل المتحورات أو مع ظهور الفيروس بعد هذه الإجازات تزداد الحالات وتزداد الأعداد، كيف يتم وما هي الطريقة الصحيحة مع قرب أعياد الكريسماس والأجازات الخاصة برأس السنة؟ نعم، السبب هو لأنه في كثير من الأشخاص، خصوصا مثلا في روما وفي إيطاليا وفي أوروبا، ازدحام كثير بين الأشخاص، خصوصا يوم السبت والأحد. ثانيا، وجود السكان كثير في الأماكن المغلقة وفي المواصلات. عشان هيك مثلا ناخذ إيطاليا اللي عملت إجراءات صحيحة من ناحية صحية مع الجواز المرور الأخضر، أول دولة عملته إجباري قبل أشهر. اليوم من 5/12 ل 15/1 عملته إجباري بشكل مشدد، يعني في المواصلات اليوم بيراقبوا إنه الواحد يعامل
مسحه عشان ياخذ معه جواز المرور الاخضر. جواز المرور احنا بنعرف الشخص باخذه بعد التطعيم او بعد مسحه او بعد انه تعافى من الاصابه. اليوم الاجراءات كثيره في هذا المجال. الاجراءات الثانيه استعمال الكمامات اجباري في الاماكن المفتوحه وليس المغلقه، خصوصا في الاماكن اللي فيها ازدحام السكان والمشتريات والاماكن والمطاعم والمتاحف وكل الاماكن اللي فيها سياحه كبيره. في نفس الوقت لازم حسب رايي التعاون بين الدول الاوروبيه بشكل ازيد، تعاون في مجال الصحه وتبادل الخبرات الايجابيه خصوصا للمتحورات الجديده وبالنسبه للاحصائيات الجديده. اوروبا زي ما بنعرف للاسف في دول منخفض حتى الان نسبه التطعيم، نفسها المانيا او الدول الشرقيه لهسه 35% الدول الشرقيه فيها التطعيم، فقط ايطاليا واسبانيا والبرتغال ازيد من 85%. عشان هيك نزداد في التطعيم. قرار ايطاليا انها تعمل من 5/12 ل 15/1 الجواز المرور المشدد اجباري ارتفع حوالي 25% نسبة طيب التطعيم. دكتور فؤاد، دعني أسأل حضرتك وأتجه مع حضرتك بخصوص التطعيمات واللقاحات. إذن هل إذا اتجهت الشركات لإنتاج لقاح يكون قادر على مواجهة أوميكرون والبروتين الشوكي الجديد ليه والخصائص الجديدة فيه، إذن هل التطعيم الأول لفيروس كورونا سيكون تطعيم موجود وتطعيمات أخرى خاصة بالمتحورات، أم سيكون تطعيم واحد يحتوي على كل الخصائص القادرة على مواجهة أي تحورات؟ إذن ماذا ستفعل شركات الأدوية لكي تواجه أي متحور؟ إذن إذا كل متحور يظهر بخصائص في البروتينات مختلفة وخصائص في الشوكية للبروتينات المختلفة، ومن المعروف أنه هو تقريبا يمكن 50% من الفيروس بيبقى هو هو والخمسين الآخر هو اللي بيتحور، إذن إزاي هتبقى الشركة أو التطعيم قادر على مواجهة المتحور؟ نعم، بالنسبة للقاحات بنعرف أنه موجودة 17 لقاح في العالم. قوة لقاح عن الثاني تختلف. أغلب اللقاحات اللي تم إنتاجها بطريقين، الطريقة الجديدة والطريقة التقليدية، اعتمدت على البروتينة الشوكية. عشان هيك وإذا في متحورات وبتتغيرش كتير البروتينة الشوكية معناته اللقاح بيقدر له رد فعل إيجابي. إحنا بنعرف اليوم ولازم نكرره لجميع الأصدقاء اللي بيسمعونا إنه اللقاح مهم، واللقاح يقاوم المرض ولا يقاوم العدوى ولا يقاوم الانتشار. اللقاح يقاوم المرض، يقاوم المرض معناته في حالة إصابة الشخص بعد التطعيم 95% من الاحتمال إنه ما يذهبش إلى المستشفى وإلى غرف الإنعاش، و 85% نسبة عنده أعراض خفيفة. عشان هيك مع التطور المستمر بوجود المتحورات شركات الأدوية لازم تطور اللقاحات، وهذا بنتأمل إنه مع متحور أوميكرون والمتحورات الجديدة وبدينا نشوف إنه الفيروس بدأ يضعف، لأنه أقوى متحور حتى الآن في العالم هو متحور دلتا. نعم. و 99% من المصابين في العالم هم مصابين في متحور الدلتا. عشان هيك لازم نستمر بالنصائح والإرشادات، بالوقاية، بعمل التطعيم، وفي نفس الوقت وجود أو اكتشاف أدوية، لأنه إحنا بحاجة لأدوية خصوصا للمصابين في أول خمس أيام. الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات الثانية. خلينا نروح مع حضرتكم برضو لمجموعة من النصائح الطبية وهي خاصة بكمان درجات الحرارة أو حتى
الرياح الحاصلة في اليومين اللي فاتوا، وزي ما احنا شفنا يمكن الجو اتحسن بشكل كبير، لكن مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العيون أيضا بيصابوا في من الأتربة بشكل كبير وبيتأثروا بشكل كبير، فكنا لازم نجيب لحضراتكم أيضا طرق الوقاية من العواصف الترابية، وده اللي هنتعرف عليه في العرض التالي. وهينضم لينا عبر الهاتف الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بيك. دكتور، لو هنتكلم عن الأتربة اللي حصلت امبارح والأتربة بشكل عام، ففي ناس كتير عندها حساسية من التراب وخاصة في العين، بتصيب بالإحمرار وبالحكة، وبعض الناس ما بيبقوش قادرين على أنهم حتى يفتحوا عينهم في التراب، فنصايح حضرتك إيه لتفادي حدوث حساسية العيون؟ هو الحقيقه يعني ربنا حبانا بحاجات تحمي العين من الاجواء اللي هي زي بتاعه امبارح، منها موقع العين في الجمجمه في محجر العين نفسه ان هي غائره شويه، فده بيدي نوع من الحمايه للعين. الرموش الموجوده في الجفون دي كمان بتحوش التراب بكفاءه عاليه جدا، وكمان الدموع طبقه الدموع اللي موجوده بتغسل اي ذرات تراب او اي حاجه دخلت تدخل او تدخل العين. فدي حاجات حقيقه في منتهى الاهميه للحمايه من التقلبات الجويه اللي شاهدناها امس. طبعا احنا بنتكلم في ان التراب والاجزاء اللي بتحصل دي ممكن تلتصق في بياض العين او الملتحمه او تيجي على القرنيه. ولو جت على القرنيه الحقيقه هيبقى مصاحبها أعراض مهمة زي الدموع، زي الإحساس بجسم غريب في العين، عدم القدرة على تحمل الضوء، واختلاف في النظر. أو لو جت على مستوى الملتحمة فبيبقى فيه إحساس بجسم غريب واحمرار مصاحب يعني. بس هي ما بتعملش حساسية، هي بتعمل جسم غريب على سطح العين. طبعا النظارات اللي بتحمي العين، نظارات شمسية أو نظارات طبية المرافقه لحاجه زي كده، دي حاجه مهمه جدا في ان احنا نتجنب الاصابه المباشره بذرات التراب العالقه في الجو على سطح العين. والحاجه الثانيه المهمه ان لو حصل والواحد دخلت في عينه حاسس ان في جسم غريب او اي حاجه في عينه يغسل عينه باستمرار بماء. انا كنت هسال حضرتك يا دكتور على بقى مش غسل العينين، احنا كنا اتعلمنا كمان لو التراب بنفتح عينينا في كوبايه ميه او طبق ميه، دلوقتي في الوقت الحالي بقى يعني التعامل مع العين والأنف والأذن، الناس بتروح الصيدليات تجيب على طول قطرات وتتعامل، هل ده صح غلط؟ هل في حاجة ممكن فعلا تكون ملطفة وما بتكونش مضرة في نفس الوقت؟ لأن في الوقت ده الناس بتلجأ للحاجات دي وبتبقى أسرع ليهم يعني. طيب هو كمبدأ عام الحياة الصيدلية مش من حقها تصرف أي علاج للمواطن من غير روشتة طبية جاية من طبيب، يعني ده قانون وده مبدا عام بيننا وبين زمايلنا الصيادله وهم عارفين ده كويس جدا الحكايه. الاثرات المرطبه دي اثرات يعني شائعه، و يعني في بعض الاماكن ومنها مصر على فكره ان هي لا تصنف ضمن العلاجات. دي تصنف كانها علاجات تكميليه كده، ورغم دورها المهم جدا في حمايه سطح العين. فيعني يجوز يعني تجاوزا وبين قوسين كبار صرف القطرات المرطبه، ودي بتختلف على فكره يعني، برضو الطبيب بيقدر يحدد انت عايز حاجه اكثر لزوجه اقل لزوجه، تاثيرها يستديم فترات طويله
فيها مواد حافظه او لا، يعني كل دي وراها علم كتير جدا، ومش بس اثارات مرطبه، سطح العين يعني كتير منا عنده حرقان مستمر وضيق مستمر ان هو يستمر في المجهود. فالموضوع كمان تطور بعد الاثارات المرطبه، ان احنا دلوقتي عندنا اليه وتجهيزات ان احنا ننشط الغدد السمعيه في العياده عن طريق سيشن نعملها على سطح العين عشان يعني العين تستعيد بريقها ولمعتها وافرازها للدفاع. فهي الفكره ان 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 الموضوع برضو وراه علم كبير، لان اوقات بيبقى فيه خلل في الغدد الدهنيه بتاعت العين، اوقات بيبقى فيه خلل في افراز المخاط. فده مش هيقدر الصيدلي يعرفه، ده بس الدكتور يعرفه ويكتب النوع المناسب لكل شخص، لان مش كل حاجه زي بعضها. طيب دكتور، في ناس بتبقى متعودة ان هي تلبس العدسات اللاصقة، وطبعا دي بتساعد على تكوين مزيد من التراب يمكن جوه العين، فلو حد بيلبس العدسات اللاصقة سواء نظر او تجميل حتى، ازاي ممكن يتخلص من الأتربة اللي بتبقى عالقة عليه؟ طيب هو احنا لو يعني تجاوزا يعني بنقول ان المريض ممكن يجيب قطرة مرطبة من الصيدلية مفيش فيها اي مواد حافظة او مفيش فيها اي مواد كيميائية، فأنا الحقيقة يعني أنفي هذا الحق تماما عن أي حد يجيب العدسات اللاصقة بره الطبيب المتخصص. إن ده الحقيقة للأسف مصر فيها ممارسات خاطئة رغم القوانين الرابعة. العدسة الخاصة، العدسة اللاصقة مادة طبية، سوء استخدامها يؤدي إلى العمى. فممنوع تماما نجيبها من عند الكوافير أو من عند الصيدلي أو من محل النظارات مهما كان مسماها، وخاصة الملونة، لان الملونه في انواع رديئه جدا الحقيقه بتيجي يعني حتى تلاقي السيده وهي لابسه العدسه الملونه اللون عمال يسقط على وشها كده وعينيها محمره ومستمره في لبس العدسه اللاصقه اللي هي مش عارفه مصدرها ولا امكانياتها ولا هو زي حضرتك ما بتقول، هو فعلا التعامل محتاج يعني ترشيد اكتر، وان شاء الله نضم صوتنا لصوت حضرتك ونحاول من خلال الاعلام ان احنا نصلح هذه السلوكيات باذن الله. بس بنشكرك على كل النصايح دي الدكتور ايهاب سعد، استاذ طب وجراحه العيون بجامعه القاهره. شكرا جزيلا لحضرتك. وبعد فقره النصايح الطبيه بنروح دلوقتي على راس الساعه وموجز التاسعه مع زميلتنا الياس كفوزي. صباح الخير مره ثانيه يا الياس. شكرا لك محمود من جديد. التاسعة صباحاً، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يعقد في نسخته الثانية تحت عنوان رؤية المستقبل، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة 14 للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. وخلال جلسة حوارية بعنوان تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي، أكد الرئيس السيسي أن مصر تحركت في السنوات الأخيرة لإنشاء عدد من الجامعات بجودة عالية بالشراكة مع الجامعات العالمية. كما أضاف الرئيس أن مصر لديها إرادة جادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات ومنها جودة التعليم. كما شدد أيضا على أهمية العمل لمواجهة الفكر المتطرف الذي كان سببا مباشرا في تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 نظرا لأهميته أو لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر، حيث أوضح مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بالأعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكدا أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة. أما بالنسبة لآخر مستجدات فيروس كورونا، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة، إضافة إلى خروج 788 متعافيا من المستشفيات. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 365831،
من ضمنهم 354 حالة تم شفاؤها و 20877 حالة وفاة. قالت الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع الغذاء في بلدتين بإثيوبيا بعد تعرض الإمدادات للنهب وعجز الموظفين عن التصدي لذلك بسبب الترهيب الذي شمل التهديد بالسلاح. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن كمية كبيرة من إمدادات المساعدات الإنسانية التي تشمل عناصر غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية سرقت في إقليم أمهرة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال إثيوبيا. أما في اليمن فأعلن التحالف العربي أنه دمر مخازن للطائرات المسيرة بمديرية الثورة في صنعاء بالإضافة لتدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث. وأعلن التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه قام بتدمير مخازن سرية للصواريخ والمسيرات بمنطقة جبلية في محيط صنعاء، وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم الخميس لمناقشة نتائج محادثاته عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سولفيان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن إدارة بايدن على اتصال يومي بكبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية مانسك لوقف إطلاق النار. كما أشار أيضا إلى أن بايدن أجرى بالفعل محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بعد محادثاته مع الرئيس الروسي بوتين. هذا وحذرت فرنسا روسيا من عواقب استراتيجية وضخمة في حال هاجمت أوكرانيا. وقالت الخارجية الفرنسية أن رسائل حازمة نقلت إلى روسيا بشأن العواقب الاستراتيجية والضخمة التي ستنتج عن تعرض جديد لوحدة أراضي أوكرانيا. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام كذلك يوتيوب. أشكر لكم حسن المتابعة، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود استكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح. النهارده بقى نبدا كمان فقره مختلفه، هنبتدي فقره تانية مهمه مع حضراتكم النهارده، واحنا طبعا بنستعد لموسم الامتحانات. في الفتره دي بتكون الاسره دايما مشغوله بازاي نقنع الطفل انه يذاكر ويقضي وقت اطول من المعتاد عشان تحصيل اللي بيتعلمه في المدرسه في الترم ده وكمان مراجعته من غير ما نحسسه ان في ضغط كبير عليه وان الموضوع عبء، خصوصا الاطفال في الفتره دي بتلاقيهم بيطلعوا حاجات كتير عشان ما يذاكروش. طيب ازاي هنحل المشكله دي؟ ازاي هنخليهم يذاكروا؟ وازاي هنتعامل معاها بشكل صحيح من الناحيه النفسيه؟ تفاصيل اكتر هنتكلم عنها في فقرتنا مع دكتوره ولاء شبانه استاذ علم النفس والخبير التربوي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. النور عليكم، اهلا بيكم. ازاي يا دكتور يذاكروا؟ يعني دي مشكله بتواجه، لو انا مقتنعه ان انا ما بحبش المذاكره، انا حسيت ازاي يا دكتور يذاكروا؟ انا بحب المذاكره، انا كنت طفله بحب المذاكره جدا، يعني انا كنت بحب اذاكر، ما انا كنت مسميني الدحيحه، ما اعرفش ايه اللي حصل لي بعد كده، بس انا كنت بحب اذاكر. بس دلوقتي الاجيال ما بتحبش تذاكر خالص، كل الاجيال صغيرين كبار، يعني ممكن ما يخشوش الامتحانات وما يقولوش كمان. يعني على فكره يعني للاسف بقت منتشره. يعني ازاي
نخلي هنبتدي بالسن الصغير وطبعا مع الكبار اللي هو بيبقى اصعب، ازاي يخليهم يحبوا يذاكروا؟ طيب احنا هنقول الاول يعني ايه مذاكره، وهنقول بعد كده ليه الصغير اسهل من الكبير. هو كلمه مذاكره اساسا جايه من الذاكره والاستذكار، بمعنى ان اي حاجه انا محتاج ان انا احتفظ بيها في دماغي عشان اقدر ان انا اطلعها في الوقت المناسب لابد ان يتوفر ليها ذاكره. انا عندي نوعين من الذاكره في علم النفس، ذاكره المدى القصير وذاكره المدى البعيد. احنا للاسف دايما بنتعامل باسلوب خاطئ في المذاكره، فبالتالي بتلاقي ذاكره المدى القصير هي اللي بتتحكم اكتر، لان انا ما بقدرش احط المعلومات او اي انفورميشن في ذاكره المدى البعيد، فبالتالي باجي عند الامتحانات وداوت اي معلومه تظهر بالنسبه لي خالص. يبقى الحل ايه؟ ان انا من البدايه اعرف ازاي اقدر ان انا اذاكر لاولادي صح، اكلهم ايه، الاماكن المناسبه ليهم ايه، المادة العلمية أقدر أن أنا أوفرها لهم إزاي، بعيدا عن فكرة أن هم بيحفظوا عشان يحطوا المعلومة، بيحفظوا عشان يحطوا المعلومة دي لا يمكن أن هي تكون مجدية حتى فيما بعد، لأن بكررها للمرة المليون، احنا التعليم عندنا في مصر وفي الدول العربية غالبا بيبقى تعليم تراكمي. ففكرة أن أنا أدي معلومة عشان الولد يدخل يصبها في حلة الامتحانات زي ما بنقول، ويبقى طول الصيف ناسي والدراسة اللي بعدها يبدأ من أول وجديد، الحقيقة ده ضرب من الصعوبة شديدة على الأطفال. أما بالنسبة لفكرة التفاوت الطبقي والمرحلي ما بين الأطفال وما بين بعضهم، دايما حتى احنا في المثل بنقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لان دماغهم بتبقى فاضيه اكتر من الكبار، المغريات بالنسبه لهم بتبقى اقل شويه، ما بيبقاش لسه عندهم تكوين لبناء الشخصيه قوي اللي هو قادر ان هو يرد او يتمرد او ما الى ذلك. والله بيتمردوا لا ما ده الكبار بقى يعني، لكن الصغيرين الموضوع محدود، استني اللي جاي اكتر يعني. فبالتالي الموضوع بالنسبه لهم بيبقى اسهل بكتير قوي في مجال ان دي حاجه جديده، مجتمع جديد، قادر ان انا يبقى عندي ابيلتي للمدرسه بتاعتي، ابيلتي للكتب بتاعتي، فدي الحياه بتفرق طبعا بالنسبه لهم كتير جدا. عشان كده دايما المذاكره مع الصغيرين بتبقى مجتمع تاني، وبتبقى يعني احسن بالنسبه لهم أسهل من الكبار. اه بالظبط. طيب دكتور، يعني فكره زي ما حضرتك قلتي ووصفنا فكره الاستذكار، يعني برضو من الحاجات اللي هي الطرق سواء كانوا صغيرين او كبار ما يبقاش في كم كبير. لو انا بادئ من الطفل من اول يوم بياخد جزء صغير، فببدا انا اساعده وراجع معاه الجزء الاولاني او اذاكره، وبعد كده بدل ما يتراكم عليا، على فكره وده مع الكبار بقى للاسف هم بقوا متعودين اللي قبليها بيوم، ازاي انا بقى فعلا ابدا انا اشجع الطفل الصغير او حتى انصح يعني الشاب اللي هو في سن المراهقة في فكرة انه كل ما هيبقى الكم قليل عليا وابدأ من الاول اذاكره هيبقى سهل عليا في الاخر، ان ما يبقاش متراكم عليا شيء. طيب هو بس خلينا نشجع الكبار الاول، لان هم القائمين اللي بيعملوا على الموقف الحقيقة، وهم اللي بيبقوا قلقانين. يعني من بعض الاخطاء الشائعة اللي احنا دايما بنشوفها اللي هو وريني انت ذاكرت قد ايه النهارده، قد ايه اللي هو ازاي يعني ايه قد ايه. انا المهم بالنسبة لي الكيف مش الكم، كيفية الاستذكار نفسها ومدى وصول المعلومات اللي قدر ان الطالب يحصلها في الوقت ده اهم بالنسبة لي من الكم. انا ممكن اذاكر يعني ماني يونتس في يوم واحد لكن وداو التحصيل خالص بالنسبة لي، يبقى الأهم بالنسبة لي أنا حصلت إيه من المعلومات الصح اللي أقدر أن أنا أنفذها براكتيكال فعلا، أو أن أنا أقدر أن أنا أجاوب عليها إجابة مقالية فعلا مستطردة بشكل كافي. أهم بكتير قوي من أن أنا أبقى قريت الكتاب كله وأنا مش فاهم أي حاجة، دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. الاهم بقى ان انا اوجه ابني ازاي. طبعا ده احنا قلنا ده خطا شائع وخلاص احنا مش هنكرره، طالما عرفنا ان دي مشكله مش هقعد اسال انت ذاكرت قد ايه. لكن هقول ان احنا دورنا كاسره داخل البيت بتعمل ايه عشان تقدر توجه الطفل ده بشكل صحيح. هو ستيل طفل، حتى لو هو وصل للثانويه العامه هو ستيل بالنسبه لنا طفل، يبقى المفروض ان هو محتاج ان احنا نعمل معاه فولوينج بشكل مستمر وتوجيه بشكل مستمر وتوجيه بشكل اندايركت مش بشكل دايركت، لان احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان الجيل ده ما عندوش استعداد لتقبل المعلومه بشكل مباشر او الاوردر بشكل مباشر. فهنتحايل على الموقف شويه ولازم نتعب يا جماعه، لان دول اولادنا. مفيش اب يقول اصلا انا مش فاضي، ولا ام تقول اصلا انا مش هقعد احايل وكل واحد عارف مصلحته واللي ياكل على درسه ينفع نفسه. لا يا جماعه الموضوع ده انتهى يعني، يا ما ناس خلع دروسها وبتنفع. طب والله دكتور طب كمل بس. فالمهم بالنسبه لي ان انا اوجه صح، اعرف طرق الاستذكار الصح بالنسبه لي ايه، اعمل ايه، اوفر المكان ازاي، الالوان المناسبه ايه، مكان المذاكره بالنسبه لي يبقى صح ازاي، الماكولات المناسبه في الوقت ده ايه. طيب قبل ما نتكلم على المكان المناسب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، هل وسائل التحفيز والعقاب هتنفع؟ يعني لو ما ذاكرتش انا هاخد منك الموبايل، لو ذاكرت انا هجيب لك هديه، دي بتنفع ولا دي بتبقى هو خلاص
فهم هيعمل ايه يوم ما يعوز يجيب حاجه، وفهم يتعامل مع الام والاب ازاي. تمام. هما في الحاله دي احنا بنتكلم في تو سايدز، المفروض ان هما اجنست البعض، فانا دايما يعني بلجا للجانب الايجابي اكتر، يعني ما اقولش لو ما ذاكرتش مش هعمل كذا، خليكي دايما في لو ذاكرت، يعني خلينا دايما في الايجاب، حتى لو في اي مشكله سلوكيه تانية لو كذب في حاجه اقول خليك صادق، عشان طول ما انت صادق كذا، ما جيبش سيره الكذب دي خالص، لان دي بترسي المعنى السلبي للاسف فيه. فالصح جدا ان انا اتعامل بمبدا الحافز، ولكن مش على طول، لان انا كده لو بتعامل بالشكل ده على طول هلاقي الحوافز كلها خلصت بالنسبه لي، ما انا مش هقعد كل يوم بحافز. يا اما احاول ان انا ابعد مدى الحافز ده بالنسبه لهم، بمعنى ان يعني مثلا لو ذاكرنا كويس الاسبوع ده ان شاء الله هنطلع رحله الاسبوع ده، مش لو ذاكرت، مش لو خلصت الهوم ورك بتاع النهارده هنروح رحله، ما فيش رحله كل يوم، منين الكلام ده؟ هنروح لتيتا الاسبوع اللي جاي، لا هجيب لك البايسكل مثلا اللي انت عايزاها، او هجيب لك مثلا يعني باي ذا واي اي هديه انت محتاجاها خلال الشهر ده، يعني لو كان في نتيجه كويسه طوال الشهر انا هقدر ان انا اوفر لك الحاجه اللي انت بتتمنيها في مقابل ان انت التزمتي بالوقت وبالكيفيه اللي احنا محتاجينها. فابعد تماما عن مبدا العقاب، لان انا لو وصلت لابني، احنا بنقول حتى لو اتعاملنا في مبدا المشيئه بالسلب، يعني كون ان انت بتوصل لابنك لما يطلب منك حاجه تقول له ان شاء الله فيوصل له، المعنى كلمه ان شاء الله دي اللي هو يعني مش بابا وماما مش هيعملوا حاجه. نفس المبدأ في الصلاة، في المذاكرة، في أي حاجة واجبة بعموم الحياة، لو أنا وجهتها للجانب السلبي هو هيبقى عنده الامتصاص الأكبر للجانب السلبي أكتر من الجانب الإيجابي. طيب المكان بقى، عشان حضرتك قلتي نقطة مهمة، سواء المكان أو الأكل. فكرة المكان، لأنه ناس كتير ما بتصدقش تقول يعني ما هي دي أوضته، طب ما هي مثلا، أنا مش عايزة يعني أبقى أنا اللي بجاوب، بس من خلال الخبرة يعني، أنه مثلا تهوية، شمس، الحاجات اللي بتساعد على ده أهميتها قد إيه في فكرة سواء استذكار المعلومة أو حتى النفسية أن أنا ذاكر، عارفة زي حاجة في طلاب أنا مش قادرة ذاكر في المكان ده، أنا مش عايز أقعد. كمان أنا عايزة أكمل على سؤالك حاجة يا دكتور، الوقت. يعني في ناس، يمكن أنا بسألك السؤال ده لأن أنا كنت من الناس دي، أنا ما بعرفش أذاكر الصبح، ما بعرفش أذاكر غير لما الناس كلها تنام، كنت بحب أذاكر في وقت الفجر. فده ليه علاقه ايه نفسيا، ولا ليه علاقه ان الدماغ بتبقى تستوعب اكتر دي بعض الفروق الفرديه اللي هنتكلم فيها. هنتكلم في موضوع الاماكن الاول. انا بما ان انا قلت ان انا محتاج ان انا اشجع الذاكره اكتر، وعشان يبقى اسلوب الاستذكار صحيح، يبقى لازم ابعد عن كل المشتتات اللي حواليا. اي حاجه حضرتك محتاج ان انت تحطها كمعلومه ثابته ما بتتغيرش ابدا، حتى وانت بتحضر الدكتوراه انت محتاج ان انت ما تلاقيش المشتتات الكتير اللي حواليك، محتاج ان انت تلاقي دايما اقرب حاجه لاسلوب المعيشه قريبه منك زي المية مثلا، مش محتاج ان انت تتشتت باصوات حواليك، مش محتاج تتشتت بحر ولا ببرد ولا بنقصان مية جنبك وما الى ذلك. يبقى اذا انا بحاول ان انا اساعد ان كل العوامل اللي تخلي التركيز صح وما تخليش النسيان يبقى داخل معايا بشكل كبير جدا، واحافظ على ذاكره المدى البعيد مش القريب، لان القريب ده بالنسبه لي ملوش اي لازمه. القريب ده بالنسبه لي اللي هو انا محتاج اعمل ايه عشان اعمل صينيه الكيك بس، مش اكتر من كده، مجرد ما خلصت صينيه الكيك الموضوع انتهى. لكن في المبدا التراكمي عموما لا، ما ينفعش ان احنا نتعامل بذاكره المدى القريب اطلاقا. يبقى اذا اول حاجه احنا عندنا مشكله كبيره جدا، هي مبدا ان السفره دايما هي معمل المذاكره الحقيقه، مش عارفه ليه القصه دي فعلا غريبه. ليه يعني ليه انا اظلم حله المحشي واحط بدلها لاب؟ ليه يعني ليه؟ عايزه اقول لحضرتك ان السفره دي في حد ذاتها يعني عنصر مشتت غير عادي. ليه؟ لان انا دايما عندي، وخاصه في المراحل اللي فيها تشتيت اعلى او تلكيك عشان ما يقدروش ان هم يعني يذاكروا، فبيبقى عندهم هروب في اللاوعي من فكره ان انا عايزه اذاكر، فبيظهر معاه حاجه اسمها المثير الشرطي. المثير الشرطي ده اللي هو ايه؟ اللي هو دايما مرتبط او مشترط بالمكان. فكون ان انا متعود، ده لو انا متعود ان انا ولادي بياكلوا على السفره على طول، الاكل بيبقى موجود على السفره، فبالتالي انا لفت انتباهه ان هو متخيل المائده المستديره بالنسبه له كلها اكل وحاجات جميله، وناسي خالص مبدا المذاكره. حتى لو هو بيذاكر هيبقى فيه عنصر تشتيت بالنسبه له. بس الاهالي بتعمل كده، تقول اهو قدام عيني انا شايفاه مثلا مامته رايحه جايه مش في اوضه قافله، ده هي رايحه جايه دي تشتيت لوحدها، يعني هي ماما لوحدها رايحه جايه بتعمل قلق في البيت اساسا. يعني دي في حد ذاتها احنا مش محتاجينها خالص. احنا محتاجين ان احنا نوفر جو كويس. عندي الغلطه الثانيه، يعني انا بتكلم في ان المكان هو ما يكونش فيه اي مثيرات دخيله، يبقى المكان ده هو ما بيفكروش غير بالمذاكره بس. لو هو مثلا عنده مكتب او عنده ترابيزه باختلاف المستويات، المفروض ان التيبل اللي هو بيذاكر عليها دي anyway هي ايه، تبقى موجهه ناحيه الحائط، بمعنى ان ما تبقاش موجهه ناحيه الباب، فاي حد معدي رايح جاي هلتفت ليه غصب عني، وما اقولش اصل انت مش عارف تركز. ايوه ما هو مش عارف يركز من اللي انتوا عاملينه في البيت، يعني ده يركز ازاي؟ واجي بعد كده لوم، هو الولد جاب النتيجه دي ليه؟ هي البنت جابت النتيجه دي ليه؟ ما يا جماعه ما انتم عاملين عناصر دخيله ظالمه للطفل في الوقت ده.
الحاجة الثالثة والمهمة ان حتى المكان اللي هو بيذاكر فيه، يعني في اهالي تقول لك ايه التكييف والدنيا، لا حضرتك التكييف دي حاجة مش صحية خالص، بالعكس المفروض كل يوم الغرفة اللي هو بيذاكر فيها لازم تتهوى كويس جدا، لازم يتجدد الاكسجين فيها بشكل كافي، لازم يكون فيها الاضاءة كمان كويسة جدا. يعني في ناس بتقول لك الاضاءة ده مهمة جدا، تجيب الاضاءة الصفراء، الاضاءة الصفراء دي مضرة جدا، وضع الاضاءة نفسه بيفرق اصلا من الخلف للامام، يعني المفروض ان الاضاءة ما تبقاش في مواجهة يعني العين. معلش يا دكتور يعني ايه الاضاءة الصفراء مضرة؟ لا هي ما بتبقاش مديه رؤيه واضحه للكلام بشكل كافي، يعني الاضاءه اللي هي البيور اللي هي اللمبات المصنفره البيضه دي افضل كتير في الرؤيه الحقيقه. طيب احنا يعني ما زال عندنا اسئله كتير لكن الوقت بيجري، وان شاء الله نقسم مع حضرتك بعد كده باذن الله في فقراتنا ان احنا بقى قبل الامتحان على طول، لان برضو ليه تجهيز معين بعيدا عن الاستسكار. وصواني السندوتشات والنبي بلاش واللي بتدخل كتيره دي، صح حضرتك؟ صح، خلينا في سناكس خفيفه بس وكده باذن الله. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على نصايح حضرتك دايما. دكتوره ولاء شبانه، خبير او استاذ علم النفس والخبير التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا خلصنا مع حضراتكم الفقره دي، لكن لسه بالتاكيد فقراتنا مستمره معاكم في هذا الصباح بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. انتشار الفساد بيساهم بشكل كبير في تعطيل جهود التنمية المستدامة، وبيقضي على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع. وطبعا بما أننا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، لازم نأكد على الجهود اللي قامت بها الدولة لتحقيق الهدف ده من بداية 2014 والحد النهاردة، واللي بدأت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحركات الدولة المهمة لإنقاذ مصر من أي فاسد مهما كان موقعه. وده الدور اللي لازم نشارك فيه بشكل إيجابي، بأننا ما نسكتش أبداً على أي فساد سواء كان مالي أو إداري، ونبلغ الجهات المختصة عشان تقوم بدورها وتطهر مصر من أي فاسد. وده الشعار اللي رفعته الأمم المتحدة في احتفالها باليوم الدولي للفساد في 2021. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن اليوم الدولي لمكافحة الفساد في العرض التالي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة همومنا على كيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة همومنا على كيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. من الموضوعات الهامة برضو اللي موجودة معانا النهاردة هو المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري. الموضوع الجديد اللي في الموضوع إن هو الإشادات الدولية اللي بقت موجودة بقوة بعد ما اعتبرتها وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة هي المبادرة الأقوى عالميا
كنموذج فريد لتحسين حياة الأفراد في الريف، مع تأكيدهم إنها الإطار الأهم لدعم التنمية المستدامة بأهدافها 17 في مصر، لأنها المبادرة الأهم والأشمل من حيث المشروعات أو شريحة المستفيدين منها. وده أكدت عليه إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، واللي قالت إن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري هي أداة قوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 17، ولأن المبادرة بتركز على المساواة، الفئات الأكثر احتياجا، تطوير البنية التحتية مع التنمية البشرية، بعد ما حددت الأهداف الطموحة للوصول لأكثر من 58 مليون نسمة. خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا تحدثنا مع حضرتك لما نورتنا في الاستوديو مع عديد من الضيوف، كنا بنتكلم عن إزاي إحنا كمواطنين مصريين مبسوطين إن موجود مبادرة زي دي، مبادرة ضخمة في العالم بتخدم 60 مليون أو حوالي 60 مليون مواطن، لكن بدأت الإشادات وبدأت الحمد لله من بدايتها، لكن إنه يقال إنها بتتفق مع مبادئ الأمم المتحدة، إن تتكلم المنسق المقيم في الأمم المتحدة إنها تنقل خبرات هذه التجربة ليه خبرات دول أخرى، هو دليل واقع على إن إحنا مش بنتكلم بس في أرض لوحدنا، لا العالم بيشيد وعارف مدى قوة وتأثير هذه المبادرة على حياة المصريين. ده كلام سليم. طبعا المبادرة الرئاسية الحياة كريمة العالم بيشيد بيها، لأنها المبادرة الأولى العالميا في عدد المستفيدين وفي حجم المخطط المالي للاستثمار من خلال المبادرة. المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتشتغل على مجموعة محاور أساسية المواطن برضه لازم يبقى على علم بيها، هي بتشتغل على توفير سكن كريم، بتشتغل على مشروعات البنية التحتية وتوفير المشروعات متناهية الصغر، وبتشتغل على تقديم الخدمات الطبية وتدخلات تعليمية وتدخلات بيئية ومشروعات تمكين اقتصادي، إضافة إلى البعد الاجتماعي. المحاور كلها لما نيجي نبص لها هنلاقي هي محاور مباشرة لحياة المواطن المصري، بتغير شكل حياة المواطن وبتحسن جودة حياته. دي الأهداف الأساسية أو المحاور الرئيسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتشتغل عليها. عدد المستفيدين زي ما حضرتك قلت بيتخطى 60 مليون مواطن مصري. حجم الاستثمار بيزيد عن 700 مليار. المبادرة بتشتغل طبعا في عدد قرى رهيب بيتجاوز 5000 قرية، أكثر من مركز وأكثر من محافظة على أرض الواقع. العالم لما بيجي يبص او المنظمات الدوليه لما بتيجي تقيم هي بتقيم وفقا لمؤشرات ووفقا للاصل النووي الخاص بالمبادره على ارض الواقع. من هنا بنلاقي ليد نوبل الممثل المقيم للامم المتحده في مصر اشادت بالمبادره، هي اشادت بالمبادره ان المبادره متفقه تماما مع اهداف التنميه المستدامه 17. نعم. وبتحقق الاهداف دي على ارض الواقع بممارسات فعليا. الامر اللي انعكس على وجود مصر في تلك المؤشرات، يعني مصر النهارده بتحتل المركز ال 82 من بين 165 دوله مصنفه وفقا لمؤشر التنميه المستدامه في 2021. نعم. طيب ده لما نيجي نبص له هنلاقي ان ملامح الحياه على ارض الواقع في مصر بتختلف بشكل قوي جدا، تختلف من الجزء الاقتصادي. النهارده بنشتغل على ليفل اقتصاد كل المشروعات القوميه، اضافه الى الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وتوفير تمكين اقتصادي للمركز، تمكين اقتصادي للشباب بدعم تكون رياده الاعمال. النهارده لما نيجي نبص على شكل الريف المصري او شكل القرى المصريه في صعيد مصر وريف مصر، نلاقي النهارده القرى اللي كانت محرومه من بنيه اساسيه وطرق، النهارده بيتم اعداد الطرق والبنيه الاساسيه. النهارده عندنا طيب يعني دكتور حسن، طب انا كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص المنظمه او منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو، ازاي بتتعاون وبتساهم مع حياه كريمه؟ ايه اوجه التعاون اللي بينهم وازاي بتقدر ان هي تتواصل؟ اليونيدو هي مؤسسه مختصه بالجانب الصناعي، توفر الدعم الفني والدعم التقني ودعم مبادرات خاصه بالجانب مؤسسات الأمم المتحدة بشكل عام، أو التعاون متعدد الأطراف. بنلاقي التعاون متعدد الأطراف بمؤسسات الخارجية ومؤسسات الأجنبية التابعة للأمم المتحدة مع مؤسسة حياة كريمة،
المبادره الرئيسيه حياه كريم بيبقى تعاون فعال، ان هو في النهايه بيشتغلوا على هدف التوطين، توطين اهداف التنميه المستدامه اللي هي الاهداف العالميه اللي العالم كله بيسعى ان هو يوطنها في الدول. امر لما بيلاقوا مبادره بتشتغل بشكل جاد، عندها استراتيجيه واضحه، عندها خطه واضحه، عندها عدد مستفيدين واضح، عندها حجم استثمار محدد قبل القياده السياسيه، الامر اللي بيشجع اي منظمه انها تتعاون بكل مصداقيه وبكل ثقه مع المبادره الرئيسيه حياه كريمه، وبالتالي ده بيؤدي لنوع من الشرفات الفعاله اللي بيكون لها اثر تنموي واضح على ارض الواقع. احنا بنشكرك طبعا يا دكتور على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد دايما كل ما هو جديد وما يخص حياه كريمه هنوصله للمواطنين، وطبعا من خلال حضرتك وضيوفنا الكرام الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤوليه المجتمعيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خلينا ننتقل لموضوع اخر، وهو مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر الشريف اللي اطلق قافله شامله لمحافظه شمال سيناء برئاسه الامين العام الدكتور نظير عياد ضمن فعاليات التوعيه المجتمعيه واللي بينظمها المجمع، وده في استجابه لرؤيه القياده السياسيه للدوله المصريه في التوعيه المجتمعيه في مختلف اماكن الجمهوريه، خصوصا الاماكن الحدوديه والنائيه اللي بتحتاج للقاءات توعويه مهمه، وده مع اهتمام الازهر بتحقيق استراتيجيه الدوله في الحفاظ على وعي المواطنين. خلينا برضو نتعرف على تفاصيل أكتر مع دكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني أهمية هذه اللقاءات وخصوصا وصول أماكن بعيدة زي سيناء والمحافظات البعيدة للتوعية وتحقيق سواء الأهداف المرجوة من الأزهر الشريف ومشاركته في يعني نصحة المجتمع في قضاياه المختلفة واستجابة المواطنين في هذه الأماكن لحضرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. دعني أوضح بأن هذه القافلة ما هي إلا حلقة في سلسلة بدأها الأزهر الشريف منذ فترة طويلة جداً، وتأتي هذه القافلة يعني استجابة لتوجهات الدولة فيما يعرف بالتنمية المستدامة وتنفيذا لرسالة الأزهر التي تقوم على تبصير الناس بما يحقق الصلاح في الدنيا وفي الآخرة، سيما في مثل هذه الأماكن الحدودية التي ينبغي التركيز عليها، خصوصا وأن الجماعات المتشددة والمتطرفة تأخذ من أو تجعل من هذه الأماكن بعدا خاصا لها، وتحاول أن تفسر الدين بصورة بعيدة عن مناط الحقيقة، وتنزل أحكام الله تبارك وتعالى على غير مرادها، الأمر الذي أفرز جملة أو ألوان متعددة من التشدد والأفكار المتطرفة التي كادت أن تذهب بالأخضر واليابس لولا أن الله تبارك وتعالى هيأ لهذه الدولة هؤلاء الرجال البواسل الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لله والوطن. ومن ثم تأتي هذه القافلة التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة شمال سيناء، إيمانا منا بأهمية التواجد في مثل هذه الأماكن، وإيمانا منا بضرورة الوعي الفكري الذي يحقق الأمن المجتمعي، وحقيقة توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة التركيز على مثل هذه المحافظات باعتبار أن الجماعات المتشددة تجعل منها أماكن لبث سمومها وأفكارها ومحاولة إثارة المشاكل التي تعوق مسيرة الدولة في التنمية الشاملة. ومن ثم كان هناك برنامج متميز لهذه القافلة، حاولنا من خلال هذا البرنامج الاحتكاك بالشباب في الجامعات والطلاب في المدارس وكذلك النساء في الجمعيات الخاصة بهن من خلال واعظات الأزهر الشريف، وكان هناك بالأمس محاضرة في الجامعة، ولدينا ثلاث محاضرات أخرى مع كليات الزراعة وكليات التجارة وكليات الاقتصاد، فضلا عن عدة لقاءات في المراكز الشبابية وبعض المعاهد وبعض المدارس الجامعية، وكل ذلك وأيضا زيارات لبعض إخواننا وشركائنا. طيب في الوطن دكتور نظير، يعني خليني أسأل حضرتك سؤال، هي القافلة دي تستمر فعاليتها على مدار أسبوع، هل ستكون متكررة ودورية بشكل دائم
في السنة، والأعمار المستهدفة، هل تستهدفوا الأعمار في المدرسة أكتر ولا في سن الشباب أكتر؟ يعني لو حضرتك تكلمنا عن إن هي هتكون بشكل دوري والأعمار كمان اللي أنتوا هتستهدفوها. يعني دعيني أقول لك بأن هذه القافلة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ عدة أشهر لم تتجاوز 3 أشهر كان هناك قافلة دعوية أيضا من قبل مركز الأزهر العالمي للرز والفتوى الإلكترونية لشمال سيناء إيمانا منا بأهمية هذه المحافظة وهذه المنطقة من الدولة المصرية. الواقع أننا عندما نخرج بقافلة يعني نركز على عدة أمور، أن تكون هذه القافلة مناسبة لكل الفئات العمرية، وبالتالي من الممكن أن تجدين بعض الوعاظ والوعظات في مدارس ابتدائية والبعض الآخر في المراحل الإعدادية والثانوية، وهناك طائفة أعدت للقاء والاحتكاك بشباب الجامعات، فضلا عن الزيارات الميدانية لمراكز الشباب والجمعيات ووزارات الدولة المعنية في هذا الشأن. فالقافلة عندما تخرج تكون مقسمة على كل الطبقات، وهناك خطة لاستمرار هذه القوافل على يعني على الأقل خلال كل 2 أو 3 خصوصا للمحافظات الحدودية. نعم، احنا بنشكرك طبعا جزيلاً. شكرا جزيلا دكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامي. شكرا جزيلا لحضرتك. بنروح لموضوع آخر وهو التحدث مع الإنجاز الكبير اللي قامت به مصر في مجال التحول الرقمي. كلنا بالطبع حسينا بأهميته بشكل كبير خلال أزمة كورونا بتسابق الحكومة الزمن الآن لتوفير كل الخدمات للمواطنين إلكترونيا. ده بيتحقق بشكل علمي أو عملي كمان حاليا في إجراءات التقاضي، وده بيوفرها موقع التقاضي الإلكتروني اللي هنتعرف على الخدمات اللي بيقدمها الموقع للمحاكم الاقتصادية في هذا العرض. النهاردة بنحيي ذكرى رحيل الكاتب الروائي الكبير يحيى حقي صاحب أنديل أم هاشم واللي لقب أنديل الأدب العربي بعد إسهاماته الكبيرة باعتباره رائد القصة القصيرة في مصر، وقدم لمكتبة الأدب العربي كتير من الروايات المهمة على مدار رحلته الطويلة من العطاء الإبداعي المميز من بدايته مع الكتابة والحد اعتزال الكتابة قبل سنين من رحيله في 9 من ديسمبر عام 1992. الواقعية الكبيرة اللي تميزت بها أعمال يحيى حقي كانت سبب في تحويل عدد كبير منها لأفلام سينمائية زي أشهر أعماله أنديل أم هاشم واللي كان عبارة عن شعلة تنوير ناقش من خلالها مرحلة التغيير اللي مر بيها المجتمع المصري مع استفادته من العلوم الإنسانية المختلفة وتعارضها مع بعض العادات الخاطئة اللي توارثها المصريين. قدرة يحيى حقي كمان على رصد المجتمع المصري ما اقتصرش على العاصمة بس، ولكنه قدر يعبر بشكل حقيقي عن الريف المصري ومجتمع الصعيد في كتاباته، وده اللي شفناه في أعمال زي البسطجي وكل النجاحات الأدبية اللي حققها يحيى حقي خلال مسيرته كانت بتتم بالتوازي مع نشاطه اللي بدأ بالعمل في النيابة ومنها للمحاماة وبعدين انضم للسلك الدبلوماسي، ده طبعا غير تجربته في العمل الصحفي ورئاسته لتحرير مجلة المجلة. تفاصيل أكتر عن الراحل الكبير في العرض التالي.
رجعنا مع حضراتكم من جديد وجي فقرة الأخبار الخفيفة اللي بتكون مع حضراتكم والمنتشرة كمان على السوشيال ميديا. فرصة كبيرة كانت موجودة في البلاك فرايداي، ليه طبعا في ناس بعض الناس بيهتموا باليوم ده والتخفيضات اللي بتكون فيه. في الخبر ده الفرصة دي مش في مصر لكن موجودة في أمريكا، وهي كمان مش متاحة لكل الأمريكيين لأن السلعة اللي تم عرضها للبيع بتخفيض كبير هي أغلى منزل في أمريكا، واللي هيتم طرحه في المزاد في شهر يناير المقبل مقابل 250 مليون دولار. هم طبعا يعني البلاك فرايداي كان بدري شويه، بس هم قالوا عشان الناس تحضر ال 250 مليون تقريبا، فهيعرضوا الكلام ده مش كبير يعني في يناير. طب قول اهو المبلغ مش كبير وفي تخفيضات بالفعل، لان قيمه التخفيض وصلت ل 50%. المبلغ ده نص ثمن قصر بالاير الضخم اللي مساحته 105,000 قدم مربع، وبيطلق عليه اسم ذا وان. والتخفيض ثمنه تم بعد ما دخل تحت إدارة جهاز الحماية من الإفلاس عشان يتخفض سعر أغلى منزل في أمريكا من 500 مليون دولار ل 250 مليون دولار، وده بعد ما أعلن مالكه نيل نيامي إفلاسه. وبالتالي لازم يبيع البيت، وقف بيع المنزل في أكتوبر اللي فات، ودلوقتي تم طرحه للبيع في المزاد. طبعا يا محمود يعني اشرح لنا القصر ده. هو الصور اهي موجوده قدام حضراتكم، يعني طبعا ده البول من بره، بس انا هقول لكم بدايه من جوه. هو في 9 غرف، هو بيحتوي من الغرف دي استوديو من استوديوهات التصوير الخاصه بالافلام، كمان في مكان تجاري جوه المكان عشان يتعرض الافلام الجديده فيه. القصر كمان في صاله بولينج، مسرح، ملهى ليلي، حمامات سباحه، جاكوزي، صالون، صاله رياضيه اللي هي الجيم، جراج تحت الارض. كل ده شوفوا بس كل احنا بنعمل احنا العرض كل ده بنص الثمن يعني بلاش يعني. طبعا الاماكن اللي هو يعني هو افلس في الاخر، ما هو افلس بقى اكيد صرف على حاجه تانية غلط، لكن هو البيت ده لوحده طبعا لما هيبيعه اظن هيخرج من حاله الافلاس دي يعني. طيب خلينا نروح لخبر تاني. هو دايما الناس اللي بيربوا حيوانات اليفه في بيوتهم بيخصصوا ليهم مكان محدد عشان يناموا فيه. المكان ده مش بيبقى فيه ترفيه أو لعب للحيوانات الأليفة، ولكن البريطاني بول إيفرت فكر في إنشاء مجمع مصغر للحيوانات البرية، والمجمع ده بيضم حمام سباحة وكابينة لأعياد الميلاد للحيوانات المختلفة زي السناجب والأنافد والتعالب. وبالفعل يعني مجمع في جيم وبول ومش عارف إيه حاجات يعني احنا محتاجين نروح المجمع. بالفعل استغل وقت فراغه وبدأ يبني المجمع ده من الخشب ويجدد فيه لمدة 18 شهر، وكان هدفه من كل ده إنه يوفر المتعة للحيوانات البرية اللي بتعيش حواليه. وكمان أكد أن المشروع ده كان وسيلة يتخلص بيها من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه للتليفون لساعات طويلة خلال اليوم. يعني شوفي عنده هدف، والموضوع مش بس هواية. هو قال أنه لقى نفسه بيضيع وقت كتير على الإنترنت وبيمسك الموبايل فترة كبيرة، فقال يتشغل إزاي ويقوم بتربية الحيوانات البرية، فعمل لهم مكان مخصص زي اللي احنا شايفينه. طبعا تربية الحيوانات دي حاجة في قمة المتعة وقمة الإنسانية، بعيدا طبعا عن ايه هي الوسائل اللي انا موفرها للحيوانات سواء انا في بيت صغير او بيت كبير زي بول. بس هي مسؤوليه كبيره، لكن هي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. كان عندك طفل يعني، طبعا هم طبعا مش كان على فكره بيبقى ساعات اصعب من تربيه يعني الاطفال. كانك يعني بالذات لو جبت بالحيوانات الاليفه، لو جبت كلب مثلا وهو بيبي ولسه صغير بيحتاج شهاده تطعيمات وبيعيا وبيروح للدكتور يعني نفس كان عندك طفل. لا مسؤوليه كبيره جدا 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 يعني، لكن هو دي حاجه انسانيه محترمه. وعلى فكره احنا اتكلمنا هنا قبل كده كمان عن اللي عملوا فنادق للقطط المشرده في الشارع، ويعني حاجات كتيره محاولات. ونجمنا محمد صلاح كمان عمل مبلغ كبير قرر ان هو يبقى موجود عشان الحفاظ على الحيوانات وما الى ذلك، فدي حاجه مهمه جدا. خلينا نروح لموضوع اخر خاص بتشجيع مواهب الاطفال، واحنا طبعا كلامنا عن تشجيع مواهب الاطفال ودعمهم تم ترجمته من خلال مجموعة كبيرة من العروض ومجموعة كبيرة من الاحتفالات ومجموعة كبيرة من الايفنتس أو الحاجات اللي احنا بيتم عملها سواء موجودة في لذوي الهمم، سواء كمان للأطفال في الرياضة، وسواء لحاجات كتيرة بتبقى موجودة معاهم. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نشجع فيها أطفالنا في كل المواقف وكل طبعا
المناسبات. خليني بس قبل ما نرجع للأخبار الخفيفة نروح لخبر عاجل وردنا الآن، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعب لن تنسى ما قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية والدور في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد السيد الرئيس أنه شرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدا أن تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة والتي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم أجمع. طيب بنعيد على حضراتكم مرة تانية هذا الخبر العاجل، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا لن تنسى ما قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد السيد الرئيس أنه شرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدا أن تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم. طيب بنعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا لن تنسى ما قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد السيد الرئيس أنه شرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدا أن تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة والتي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم. الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن الشبكة القومية للكهرباء ما تأثرتش بالعاصفة الترابية اللي ضربت عدد من المحافظات المصرية، وأن في استقرار في التغذية الكهربائية للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية، خصوصا أن معدلات الانقطاعات الناتجة عن العاصفة الترابية تكاد تكون معدومة مقارنة بسنين سابقة. كما أكد أن بعد الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمشروع حياة كريمة هيحصل المواطن في أبعد قرية على نفس مستوى الخدمة اللي بيحصل عليها المشترك في القاهرة الكبرى. وهينضم لنا على التليفون الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى جميع متابعينكم الكرام. يعني حضرتك طمنتنا على ان العاصفة الترابية امبارح ما اثرتش على اي من المعدات الكهربائية، فيعني حضرتك لو تكلمنا اكتر عن الشق الثاني من الخبر، وكنت بتكلم ان كل بعد مبادرة حياة كريمة هيحصل جميع المواطنين على نفس مستوى الخدمة الكهربائية، حضرتك ممكن تكلمنا اكتر. وطبعا تاكيد لكلام حضرتك واستكمالا لما تم في التطوير والطفره الكبيره اللي شهدتها القطاع الكهرباء والدعم الكبير للقطاع دوت من سياده الرئيس، والحمد لله دلوقتي المردود الايجابي بتاعه اللي احنا شايفينه دلوقتي الحمد لله الى يعني قدر كبير جدا من استقرار التغذيه الكهربائيه. وزي ما حضرتك اشرت بالنسبه لمشروع حياه كريمه
وديت اللي بتنقل الشبكات الكهربية هي دلوقتي حاليا يعني الحمد لله هي بتفي بكل احتياجات المطلوبة، ولكن مع الانتهاء أو مع تطوير الشبكات اللي موجودة في القرى في ضمن حياة كريمة الاستقرار هيبقى أكبر، والمعدات الكهربية اللي هتم إضافتها وإحلالها وتجديدها هناك هتبقى بطريقة كبيرة جدا، هتساعد برضو إن تكون الطاقة الكهربية أو التغذية الكهربية والخدمات أيضا لكل المواطنين في أبعد قرية هتبقى زي اللي موجودة في المدن، ويمكن ده بيبان من الميزانية اللي تم رصدها من الدولة في هذا الإطار. يمكن على مستوى الكهرباء فقط في المرحلة الأولى اللي بتشمل حوالي 1500 قرية بتصل إلى حوالي 24 مليار جنيه، ميزانية ما كانتش ما حصلتش قبل كده، وكمان في نفس الوقت ممكن تصل للثلاث مراحل إجماليها اللي هي حوالي 4500 قرية، إن شاء الله ممكن تصل إلى حوالي 70 مليار جنيه، بحيث ان تبقى اولا الخطوط الهوائيه لجهد المتوسط تكون كابلات ارضيه، التغذيه الكهربيه لكل قريه ما بتكونش من مصدر واحد، ان شاء الله هتكون من اكثر من مصدر، بحيث لو حصل في اي انقطاع هيبقى في البديل بتاعها، بالاضافه للخدمات الكهربيه ان شاء الله الالكترونيه والمتطوره ومراكز خدمه العملاء كلها هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله بتاع المدن الكبرى. طيب احنا طبعا بنطمن الناس مره تانية، وزي ما حضرتك اشرت ان الحمد لله موجود الاجهزه الجديده او محطات التغذيه جاهزه لمجابهه اي جديد، وحتى توفير الخدمات بالتساوي والشكل العادل. بنشكرك على هذا التوضيح دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، وخلينا نروح مع حضراتكم سريعا. شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح مع حضراتكم سريعا لموجز العاشره مع زميلتنا ليلاس كافوزي. شكرا لك يا محمود. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا لن تنسى ما قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد الرئيس السيسي أنه شرف بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال 7 سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدا أن تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة والتي أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثيرة تجاه وطنها وشعبها وأوروبا والعالم. استقبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لميقاتي. ويقوم رئيس الحكومة اللبنانية بزيارة إلى القاهرة تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها رئيس الوزراء لبحث مجالات التعاون الثنائي وأهم الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أدان مجلس الأمن الدولي التفجير الإرهابي في محافظة البصرة بالعراق، فيما شدد على محاسبة الجنى. وأكد بيان لمجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد. قالت الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع الغذاء في بلدتين بإثيوبيا بعد تعرض الإمدادات للنهب وعجز الموظفين عن التصدي لذلك بسبب الترهيب الذي شمل التهديد بالسلاح. وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن كمية كبيرة من إمدادات المساعدات الإنسانية التي تشمل عناصر غذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية سرقت في إقليم أمهرة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية في شمال إثيوبيا.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة، إضافة إلى خروج 788 متعافي من المستشفيات. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 365,831، من ضمنهم 304,156 حالة تم شفاؤها و 20,877 حالة وفاة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم أن على الحكومات أن تعيد على وجه السرعة تقييم خططها لمواجهة فيروس كورونا، وأن تسرع برامج التطعيم لإبطاء تفشي متحور أوميكرون. وأضاف أدهنوم أن الانتشار العالمي للمتحور أوميكرون يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات. ختاما مشاهدينا، للمزيد من الاخبار يمكنكم دائما متابعه موقعنا على الانترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام، كذلك يوتيوب. اشكر لكم حسن المتابعه. نذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذا الصباح. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح برضو من الأخبار الهامة، وهو تأكيد وزارة الصحة أن التطعيم والحصول على اللقاح هو خير وسيلة للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا، كمان لأن اللقاح بيساعد، وده شفناه كمان من خلال مكالماتنا مع الدكاترة في كل مختلف أنحاء العالم، بتساعد على دعم الأجسام المضادة في تقوية جهاز المناعة والتصدي للفيروس، تقليل المضاعفات اللي ممكن تحصل أو تعرض الإنسان للإصابة بالفيروس كورونا، وكمان ممكن تقلل الآثار الجانبية اللي بتعرض ليها، وخصوصا كمان دخول العناية المركزة لا قدر الله. وزارة الصحة أكدت أن كتير من الدراسات العلمية نشرت نتائج إيجابية عن الحصول على جرعتين مختلفتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأكدت كمان أن ده بيساعد على تعزيز المناعة، توفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا. يعني كمان الفكرة مش بس ان انا ابقى باخد يعني لقاح واحد، انه ممكن ان انا ما اخدش اللقاح لو مش متوفر نوع تاني. خلينا نتعرف على الموضوع ده واهميته من دكتور اشرف عقبه، رئيس قسم المناعه بجامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك محمود وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني بعض الناس هي كانت متخوفه، ويمكن كنا تحدثنا مع حضرتك ومع ضيوفنا الكرام عن انهم خايفين ياخدوا لقاح من نوع اخر، يعني عارف حضرتك الاشاعات اللي خرجت من اول يوم لوجود كورونا، وطبعا ده لا مع صعوبه الدراسات او ما كانتش ظهرت كل الدراسات في بدايه ظهوره، لكن الاشاعات ما زالت مستمره ان اللقاح ده مش هينفع مع اللقاح ده وما الى ذلك. لو حضرتك توضح لنا ما وصلت اليه اخر الدراسات وتوصيات منظمه الصحه العالميه في فكره الجرعه المعززه وانها ممكن تبقى من لقاح اخر. احنا الحقيقه بنتبع الدراسات اللي بتتم على فيروس كورونا، وفعلا اثبتت احدث الدراسات انه اخذ لقاح لكورونا يمكن ان احنا ناخذ لقاح اخر في الجرعه الثانيه، وانه فعلا لما تم عمل التجارب دي ثبت انه اخذ لقاح اخر مع اللقاح الاول كجرعه اولى والثاني كجرعه ثانيه عزز جهاز المناعه وكمل اجسام مضادة بشكل كافي، بحيث انها تمنع فعلا من الاصابة، وكمان تمنع من فرص المستشفيات والحاجة للرعاية. نعم. وده تم فعلا خلال مجموعة على لقاحات مختلفة، وقدرت فعلا هذه الدراسات انه
الجهاز المناعي بيستفيد بشكل اكبر لما نكون بناخد جرعتين من لقاحين مختلف. طب دكتور خليني اسال حضرتك، احنا لو هناخد جرعات او كذا جرعه، سواء الجرعه الثالثه المعززه او بعد كده اصدرت مثلا منظمه الصحه ان احنا ممكن ناخد جرعات اكتر، فرق التوقيت بين كل جرعه يعني 6 شهور مثلا، سنه، 3 شهور، ولا هو ممكن يبقى تطعيم موسمي زي الانفلونزا العاديه ان انا كل سنه مع دخول الشتاء لازم اخد جرعه معززه لي؟ في البدايه الاول الفرق بين الجرعتين لازم يكون محدد حسب نوع اللقاح. مثلا في لقاحات احنا بنستخدمها بيكون الفرق بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه 3 اسابيع، لكن بعض اللقاحات احنا بنستخدمها برضه بيكون الفرق بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه 3 اسابيع. لكن بالنسبه للجرعه المعززه فده الحقيقه بيتم حسب الدراسات اللي بتتوافق عليه، لانه احنا كلنا ان فيروس كورونا ده فيروس مستجد، وطبعا احيانا بجرعات معززه من خلال بعض الدراسات اللي اكدت انه من الافضل للاشخاص اللي هم اكثر تعرضا او اكثر تضررا انهم ياخدوا الجرعه الثانيه الثالثه بعد من 6 ل 9 اشهر. بالنسبه بقى لاحتياجنا لجرعات ثانيه كجرعات اذا حدث فعلا انه المرض اصبح موسمي، ده اعتقد انه هيكون على حسب التركيب التسلسل الجيني بتاع الثلاثه الموجوده في هذا التوقيت. لانه زي ما شفنا مثلا بالنسبه للقاح الانفلونزا احنا بنغير من نوع اللقاحات كل سنه، مش بناخد نفس النوع بتاع السنه السابقه، وانما بناخد حسب التسلسل الجيني للفيروسات المتوقع انها هي سبب زياده الاعداد او الانتشار في هذا. نعم، احنا بنشكرك طبعا على المعلومات الوافيه اللي حضرتك بتديها لنا دايما الدكتور اشرف عقبه رئيس قسم المناعه بجامعه عين شمس. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب اتفضلي. لا اتفضلي. المجلس القومي للمراه اطلق فيلم وثائقي جديد عن الخدمات الاساسيه اللي بتتقدم للمراه اللي تعرضت للعنف، وده بيكون بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان والقيم UNFPA، وتم عرضه ضمن فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، واللي هيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، خصوصا أنه بيوضح خطوات الإحالة للمرأة اللي بتتعرض لأي شكل من أشكال العنف على كل المستويات القانونية والطبية والاجتماعية، وبيوضح دور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من كل أشكال العنف وطرق التعامل مع الشكاوى اللي بتقدمها السيدات لمواجهة العنف. هينضم لينا على التليفون دكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا حبيبتي، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. يعني لو حضرتك ممكن تكلمينا أكتر عن وسائل إزاي العنف ضد المرأة هيتواجه وطرق التعامل معاه بشكل عام. طبعا إحنا دلوقتي في إطار 16 يوم الخاص بمكافحة كافة أنواع العنف ضد المرأة، طبعا اللي هي بتبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، ويمكن التاريخ ده مقترن بحدثين رئيسيين، وهو يعني اللي هي 25 نوفمبر هو ذكرى اللي هو اطلاق اتفاقيه الامم المتحده لمواجهه كافه انواع العنف، و 10 ديسمبر اللي هو الميثاق العالمي لحقوق الانسان. 16 يوم دول كلهم شغالين فعاليات على مستوى اللجان المتخصصه وعلى مستوى المحافظات جميعا. طبعا العنف بكافة أشكاله، التعريف به، توعية المجتمع، خلق رأي عام مساند تجاه هذه القضية باعتبارها أن هي أحد القضايا الهامة جدا اللي بتساهم في عملية القضاء على كافة أشكال العنف في المجتمع بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص. إحنا عندنا اللجان كمان عملت فعاليات وشغالة حتى يوم 10. برضو عايز أقول لحضرتك أن في الجامعات المصرية أو في مراكز الشباب وفي دواوين عام المحافظات كلهم شغالين على هذه القضية باعتبار ان هي احد القضايا الهامة جدا اللي هتساهم في عملية استقرار المجتمع والقضاء على كافة انواع العنف. نعم. طبعا الصندوق اللي يعني اسسته او اطلقته المجلس القومي والخاص بقضايا العنف
واللي تم عرضه في الجامعات المصرية هو طبعا ممول زي ما حضرتك قلتي من مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة. كمان في حاجة مهمة جدا إن إحنا إزاي نعالج العنف على كافة المستويات، سواء كان العنف النفسي أو الجسدي أو العنف يعني كافة أشكال العنف، سواء كان حرمان من التعليم، حرمان من الميراث، الختان، أشكال كثيرة جدا من أشكال العنف بتتعرض بها المرأة، وإن إحنا مطلوب منا إن إحنا نساهم في القضاء عليها. طيب دكتور، يعني من خلال طبعا إحنا في هذا الخبر إن تم إطلاق فيلم وثائقي، لكن جانب آخر من الجوانب الهامة في مساعدة مناهضة العنف ضد المرأة هو فكرة وجود الخط الساخن، التفاعل السريع مع الشكاوى المقدمة، وإحنا شايفين مجهود كبير من المجلس القومي للمرأة في التفاعل مع قضايا منتشرة طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى الصوت واصل بشكل كبير. كيف يتم التعامل وما هو التحديث الحاصل في هذا، أو النصائح اللي حضرتك تديها لهم كأي مرأة بتتعرض للعنف من خلال التواصل وتقديم الشكاوى الخاصة بهذه القضايا؟ طبعا الخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للمرأة المركزي، وأيضا في خطوط ساخنة على مستوى كافة المحافظات خاصة بهذا الموضوع. عندنا مكتب كمان الشكاوي اللي خاص بقضايا المرأة، اللي إزاي نستطيع أن إحنا نواجه بعض القضايا اللي فعلا بتتعرض لها المرأة، خاصة النساء البسيطات اللي ساعات بتقف أمامهم بعض المشاكل وبيبقوا محتارين مش عارفين يعملوا. المجلس القومي للمرأة وفر كافة البرامج أو كافة الإمكانيات اللي ممكن تساهم وتساعد وتساند المرأة في هذا المجال. برضو حابة أني أشير إلى حاجة مهمة جدا، إن إحنا في طبعا تبع القصر العيني عمل وحدة خاصة للعنف والنساء اللي هم المعنفات. الوحدة دي طبعا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اللي خاصة بقى لو في مشاكل، لو في إصابات، لو في أي حاجة، في وحدة خاصة داخل القصر العيني، والوحدة دي بتساعد المرأة سواء كانت احتاجت لعلاج، احتاجت مثلا لتقرير، يعني كل ما تتعرض دي لو في أي شكل من أشكال العنف. أنا يهمني جدا جدا إن احنا نوعي المجتمع بمواجهة العنف، لأن في النهاية العنف ضد المرأة هو عنف ضد الأسرة، ضد المجتمع، بالتالي احنا حريصين ان احنا نساهم في حل مشاكل العنف والقضاء عليه لأجل طبعا استقرار الأسرة واستقرار المجتمع. شكرا جزيلا لحضرتك، حضرتك الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب بنروح بقى من هذا الموضوع الخاص بشأن مجتمعي، نروح لأخبار الفلك أو الأخبار والتقارير اللي احنا دايما بنقولها لكم عن ظواهر الفلكية. مصر بتشهد في سمائها والوطن العربي أيضا ظاهرة فلكية بديعة لمدة 3 ليالي متتالية، ده بزيادة أو بزيارة القمر عفوا لكواكب الزهرة وزحل يوم 7 ديسمبر الماضي، واللي بتستمر كمان لمدة 3 أيام، هيكون فيها القمر ما بين زحل والمشترى، بعدين هنشوفه كمان مع المشترى بعد غروب الشمس بداية ليل في اتجاه الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة ممكن مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة. خلينا نتكلم أكتر عن هذه الظاهرة مع دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. دكتور صباح الخير، وإزاي وإمتى برضو على وجه الخصوص لو بالتفصيل اللي عايز يتابع هذه الظاهرة؟ أولا صباح الخير على حضرتك وكل المشاهدين، وأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. إحنا طبقا للبيان الإعلامي اللي أصدرناه عن الظواهر الفلكية لهذا الشهر، إحنا عندنا عدد كبير من الظواهر، لكن أهم زي ما حضرتك تفضلت كان في يوم 7 ويوم 8 والنهارده. القمر يعني جوكر كده مع عدد من الكواكب القريبة مننا، كان يوم 7 كوكب الزهرة، ومبارح كان زحل، والنهاردة مع المشترى، وإحنا عارفين المشترى يطلق عليه عملاق المجموعة الشمسية بالأقمار الأربعة بتاعته اللي بتدور حواليه. إذن مشاهدته في ظاهرة فلكية بتكون جميلة بعد غروب الشمس. أنا أتمنى بس إن ما يكونش فيه سحب ولا غيوم زي اللي كان ولا أتربة زي اللي كانت موجودة امبارح، علشان بس تدي فرصة للمهتمين برصد ومشاهدة الظواهر الفلكية يستمتعوا بيه. الظاهرة بتبدأ من بعد غروب الشمس لحد غروب المشترى والقمر حوالي الساعة 10:30 تقريبا، واعتقد ده وقت كافي لو السماء صافية ان يبقى تم رصدها وتصويرها.
يمكن في عدد من الظواهر الفلكيه التانيين على مدار الاسبوع الجاي بما فيهم كويكب نيروز ده هو عامل يعني شويه لمرتادي او الناس اللي بتشوف بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي. هو طبعا بس احب اطمن الناس ان الكويكب ده على مسافه بعيده جدا 10 مرات ضعف المسافه بين الارض والقمر، اذا ما بيأثرش اي تهديد ولا اي حاجه للارض ولا للحياه عليه. طيب دكتور جد، في ظواهر فلكيه هتحصل تاني ممكن نشوفها بالعين المجرده في الفتره الجايه دي؟ احنا طبعا يعني يمكن 13 و14 يعني برضو واحده من الظواهر الجميله هذا الشهر وعلى مدار العام دخلت شهب التواميات ودي فيها حوالي 120 شهاب في الساعه، ده افضل وقت ليها من بعد منتصف الليل لحد الفجر، لكن شرط ان يكون خارج الاضواء الصاخبه للمدينه. زخات شهب دي واحده فعلا من الزخات الجميله مرتبطه بمجموعه كويكبات ابولو وعشان كده بيسموها توأميات. يمكن حاجه من الظواهر الفلكيه الرئيسيه على مدار العام بدايه فصل الشتاء فلكيا ده هيبقى 21 ديسمبر. احنا طبعا بدانا يعني الشتاء مناخيا ودرجه الحراره نزلت وكان في امطار، لكن فلكيا فصل الشتاء يبدا يوم 21 وده اطول عدد ساعات ليل في السنه واقصر عدد ساعات النهار. كل عام والجميع بخير ان شاء الله. فصل الشتاء السنه دي كده يعني لذيذ بعيد بقى عن الانفلونزا وجميع الامراض المصاحبه للبرد. كل سنه وحضرتك طيب وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. طيب وموضوع اخر مرتبط بدرجه حراره الجو، احنا شايفين دخلت في الحاله المروريه ودخلت كمان في الظواهر الفلكيه كان دكتور اياد لسه قايل لنا. وزاره التنميه المحليه اكدت استمرار غرفه العمليات واداره الازمات في الوزاره في العمل لمتابعه حاله الطقس وسقوط الامطار وسوء الاحوال الجويه واللي بتتعرض ليها بعض محافظات الجمهوريه خلال الوقت الحالي، مع استقبال تقارير من المحافظات اللي بتواجه تغيرات جويه او طقس سيء. كمان شددت الوزارة على رفع الاستعداد في مختلف المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار أو السيول واتخاذ كل الإجراءات للتعامل معها فورا. خلينا بينضم لنا عبر الهاتف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. بنرحب بحضرتك يا فندم على هذا الصباح وإكسترا نيوز. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير لسيادتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا عارفين بعض المدن اللي بتبقى موجودة في محافظة البحر الأحمر بتتعرض في السنين الماضية لبعض السيول او يعني مع سوء الاحوال الجويه، وهي الحمد لله بتبقى ايام على مدار السنه، لكن بالتاكيد في استعداد من محافظه البحر الاحمر لهذا او توقع لموجه الطقس السيء. الحقيقه يا فندم احنا عندنا بيبقى الاستعداد على نوعين، او استعداد بيبقى على الطرق الرئيسيه اللي احنا عندنا حوالي 1080 كيلو طبعا على الطريق الساحلي، وعندنا طرق على طول على المدن المجاورة لينا للصعيد سواء كانت محافظة سوهاج أو محافظة إنا أو محافظة الأقصر أو محافظة أسوان. فعندنا دي طرق طولية وطرق عربية ودي بيبقى لها تمركزات، التمركزات ديت طبعا محطوط لها خطة، الخطة الموضوعة ديت بتبقى بالتعاون مع قوات مسلحة، بتبقى بالتعاون مع الشركة العامة للبترول، بتبقى محطوط لها خطه سواء كانت العربيات الثقيله اللوناش او سواء كانت العربيات الشفط او عربيات الدفاع المدني وهكذا. ثم عندنا خطه اخرى داخليه لكل مدينه في حاله اللي هي بتبقى ايضا بيبقى في عمليه انتشار لعربيات الكشف وعربيات الشفط وعمليات تطهير المطابق دي بتبقى باستمرار. عمليات يعني اذا كان في اي احنا بنراجع دايما بصفه مستمره مع الكهرباء اذا كان في اي حاجه او كابلات او حاجه مكشوفه او حاجات زي كده، فدي بتبقى خطه موضوعه في حاله ان احنا بنبلغ على طول من الارصاد الجويه. غرفه عمليات المحافظه على طول بتبتدي تدي اشاراتها للمدن بصفه عامه. التحركات واتخاذ الاماكن واتخاذ الاوضاع دي بتبقى محطوطة أصلا في الخطة، والخطة دي بتراجع بشكل مستمر. موسم الأمطار عندنا بيبدأ من نص أكتوبر وينتهي في أبريل، وبالتالي إحنا بنعمل مراجعة دورية كل أسبوع أو كل ثلاث أيام
على حالات المعدات بتاعتنا وعلى عملية التمركزات. طيب حضرتك لو ممكن تكلمنا عن مخرات السيول والأماكن اللي بيتكرر التعرض فيها للأمطار بشكل كبير عن مناطق أخرى، لو ممكن تكلمنا أكتر عنها. الفترة اللي فاتت ويمكن من 2016 الحقيقة وزارة الموارد المائية عملت الحقيقة حمايات كبيرة جدا على المخرات السيول على طول الساحل بتاع البحر الأحمر، والمخرات السيول اتعمل لها الحمايات ديت بحيث ان هي البحيرات دي ممكن الاستفادة منها. على سبيل المثال احنا اتعمل يعني كان جانا موجة من حوالي 3 أسابيع وكانت بدأة من اتجاه الجنوب، هي نفس الموجة اللي جات لأسوان دخلت عندنا في منطقة شلاتين، عندنا بحيرة النهاردة استوعبت كم من المياه يمكن 8 متر مكعب مية، يعني 8000 متر مكعب مية، ودي بيستفاد فيما بعد منها في عمليات الزراعة. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، شكرا لحضرتك شكرا جزيلا. وهينضم لينا عبر الهاتف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا استاذة نهى، صباح الخير يا استاذ محمود، صباح الخير على السادة المشاهدين كلهم. صباح الخير. لو ممكن حضرتك تكلمنا دكتور عن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار، ويعني الاستعدادات بشكل عام لمواجهة أي حدوث في مناطق معينة أكتر من مناطق معينة مثلا. هو طبعا زي ما حضرتك عارفة أن في الفترة اللي فاتت وبالأخص امبارح وأول امبارح حصل تقلبات جوية مفاجئة، بس امبارح كان عبارة عن زيادة في الرياح والأتربة، إنه ما حصلش أمطار. طبعا المحافظة في بداية موسم الشتاء على طول بيبقى الاطمئنان على المعدات اللي موجودة في المراكز والمدن والوحدات المحلية، شركة المياه على الاستعداد الأقصى، كلنا في حالة استعداد قصوى، شركة المياه، شركة الكهرباء، الصحة، الإسعاف، بنعمل مع بعض لقاء وكل واحد يبقى عارف دوره، وفي كله بيرتبط أو كله بيتم ربطه من خلال منظومة غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى أو أي مشكلة عشان نتدخل فيها فورا. والحمد لله الأمور لغاية دلوقتي لم نلجأ لأي إجراء استثنائي في ظل هذه التقلبات، والحمد لله محافظة الشرقية لغاية دلوقتي الأمور مستقرة. عدا امبارح حصل بعض سقوط لبعض الأشجار تسببت في قطع الكهرباء نتيجة الرياح لمدة 3 ساعات عن بعض العزب، والحمد لله رجعت على. طيب دكتور، يعني زي ما احنا بنطمن دايما في المناطق أو المحافظات الساحلية على الطرق السريعة، مش بس دلوقتي موجود طرق زراعية على طول محافظة الشرقية، كمان الطرق الصحراوية، طريق بلبيس، بعض الطرق الجديدة اللي تم الحمد لله افتتاحها في حركة الافتتاحات اللي موجودة اللي قامت بها الدولة. يعني زي ما حضرتك اتكلمت عن الاستعداد في الفترات الخاصة بالأمطار، احنا زي ما حضرتك قلت يمكن كمان فكرة الغبار، فكرة العواصف على الطرق، هل كمان ده بيبقى فيه تنسيق مختلف خصوصا كمان مع الإدارة العامة للمرور؟ طبعا يا فندم زي ما حضرتك قلت الإدارة العامة للمرور برضو في حالة استنفار، وكان امبارح كانت تجربة كبيرة لأن حالة الأتربة والشوائب العالقة في الجو كانت بتحجب الرؤية لمسافات طويلة، فكان في نوع من أنواع وقوف السيارات المضيئة على معظم الطرق، وطبعا كلنا كنا في حالة استعداد لا قدر الله في حدوث أي حادث أو أي حاجة، إنما الحمد لله كانت الأمور مستقرة. وطبعا حضرتك عارف أن نقاط التحرك للسيارات على الطرق زي ما حضرتك قلت هو بالأخص طريق العاشر بالبيس، لأن عليه كثافة مرية كبيرة جدا في الصباح الباكر عشان المصانع. طبعا دكتور مجهودات كبيرة طبعا بتقوموا بيها، وأحب أشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. ودلوقتي هنروح لليلاس كافوزي ونتعرف على آخر أسعار العملات الأجنبية. إليك ليلاس. شكرا لك يا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى آخر أسعار العملات الأجنبية كذلك العربية مقابل الجنيه. هناك تغييرات في هذه الأسعار، ولكن استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس عند سعر 15 جنيه و64 قرش للشراء و15 جنيه و74 قرش للبيع.
كذلك سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 17 جنيه و62 قرش للشراء و17 جنيه و78 قرش للبيع. هذا وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني أيضا أمام الجنيه المصري 20 جنيه و69 قرش للشراء و20 جنيه و87 قرش للبيع. في حين استقر سعر صرف اليوان الصيني أمام الجنيه المصري بيع جنيهان و47 قرش، أما الشراء فهي جنيهان و45 قرش. أيضا هناك العملات العربية في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، سعر صرف الريال السعودي مشاهدينا الكرام أمام الجنيه المصري استقر عند سعر 4 جنيهات و18 قرش للشراء و4 جنيهات و19 قرش للبيع، في حين سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه 52 جنيه تقريبا بيع و49 جنيه و22 قرش للشراء. طيب إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة عن أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح، وألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وإلى آخر فقراتنا النهاردة. الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السكي أطلقت برنامج رحلة حامل، واللي بيعتبر أضخم برامج الاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها، وده لأن البرنامج بيشمل الفحص والكشف وتوفير العلاج في كل مستشفيات الهيئة للسيدات المنتفعات من منظومة التأمين الصحي الشامل من الحوامل، ومع حرص الهيئة على صحة الأم والجنين، خصوصا أن منظومة التأمين الصحي الشامل بتوفر كل الخدمات العلاجية بأعلى المعايير العالمية في جودة الخدمة الطبية. تفاصيل أكتر عن برنامج رحلة حامل هنتعرف عليها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام بشارة، مستشار هيئة الرعاية الصحية لشؤون النساء والتوليد. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، مشرفنا. أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدين سي بي سي. حضرتك يا دكتور لو ممكن في البداية تعرفنا على أهم محاور برنامج رحلة حامل واللي ركزت عليها هيئة أو أطلقتها هيئة الرعاية الطبية. البرنامج الحقيقة برنامج متكامل يعني بيعتمد على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول الثقافة الصحية للسيدة المقبلة على الحمل وأثناء فترة الحمل وما بعد حتى الولادة. والمحور الثاني طبعا بيشمل العلاج، بيشمل الفحوص، بيشمل كل التحاليل والأشعاعات اللي هتستلزمها هذه السيدة خلال هذه الفترة، وقد تكون قبلها أو بعدها برضو. المحور الثالث الحقيقة بيركز على مقدمي الرعاية، الأطباء والفرق المعاونة. احنا بنرفع مستواهم الحقيقة من خلال ورش عمل، من خلال برامج تدريبية منتظمة وعلى فترات متقاربة، عشان نضمن تقديم خدمة طبية مميزة على بمعايير عالمية. طيب دكتور عصام، يعني يمكن في مقدمة نهى كانت بتكلم ان اللي هيستفيد منها السيدات المسجلات في نظام التأمين الصحي الشامل، إذا كان واحدة لم تسجل أو لسه المحافظات التي لم يدخل فيها نظام التأمين الصحي الشامل بمفهومه الكامل تقدر تروح فين؟ هل تقدر تنضم لبرنامج رحلة حامل ولا لا؟ وبيختلف إيه عن البرنامج اللي كان موجود برامج صحة المرأة، وكنا بنشوف في مستشفيات كده زي بوث أو مكان بيبقى موجود في المستشفى خاص بالكشف المبكر أو الخاص بالمرأة الحامل وما إلى ذلك؟ هو طبعا احنا يعني بندعو كل الناس انها تسجل في المحافظات، والمحافظات الثلاثة اللي احنا لينا فيها مستشفيات ولينا فيها تواجد دلوقتي تقريبا بقت يعني كل الناس مسجلة تقريبا. احنا هنخش في بقية المحافظات، يعني احنا قريب جدا هنخش في أسوان، هنخش في البحر الأحمر، هنخش في احد محافظات سيناء. فاحنا احنا يعني مستمرين وماشيين على هذا النهج ان احنا ندخل كل محافظات الجمهوريه
في التأمين. طبعا احنا بنستقبل حالات طوارئ لو في محافظات غير لم يبدأ فيها يعني لم يبدأ فيها هذه الخدمة. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية احنا دلوقتي بقى عندنا مستشفيات متخصصة لأمراض النساء. يعني في المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها عندنا مستشفى متخصص لأمراض النساء في بورسعيد، عندنا مستشفى متخصص أمراض نساء في احنا عندنا في بورسعيد وعندنا في إسماعيلية وعندنا في الأقصر كمان. فالمستشفيات التخصصية دي طبعا بتقدم خدمة رفيعة المستوى، بتقدم خدمة متخصصة تماما لأمراض النساء سواء كان أثناء الحمل أو بأمراض النساء بشكل عام. الحاجة الثانية طبعا الهيئة كان ليها دور كبير في مبادرات أخرى تخص أمراض النساء زي مثلا الكشف المبكر عن الأورام في عنق الرحم أو الكشف المبكر عن أورام الثدي، موضوع هشاشة العظام، كل دي كانت نقط مهمة الحقيقة. طيب لو حضرتك ممكن تكلمني عن محور مهم جدا وهو تدريب مقدمي الخدمة وكمان التثقيف اللي بيتم للسيدات الحوامل، إزاي ده بيحصل وإزاي بيتم تدريبهم وتثقيف السيدات الحوامل؟ تدريب مقدم الخدمه الحقيقه بيتم من خلال البرامج المعتمده في يعني في الجامعات، عندنا في الجامعات زملائنا في الجامعه واساتذتنا في الجامعه بيقوموا بكده، وهم بيجوا لنا الحقيقه في بروجرامز في برامج معتمده بتتعمل في المستشفيات بتاعتنا، وفي نهايه هذا البروجرام او في نهايه هذا البرنامج في نهايه ورش العمل بياخدوا شهادات معتمده الحقيقه. فدي حاجة مهمة جدا، يعني نحن نقدم خدمة بمستوى لائق بمعايير جودة عالمية، ده شيء مهم قوي. طيب المستقبل بقى، يعني الجزء تاني كان في سؤال نهى عن مستقبلي هذه الخدمة، هل هم مستقبلي هذه الخدمة من السيدات فقط ولا محتاجين الرجال بشكل كبير؟ لا طبعا احنا بنقدم زي ما قلت لحضرتك من لحظة ان احنا بنقدم الخدمة، يعني مثلا مبادرة أو المبادرة اللي كانت خاصة بهشاشة العظام دي كانت للسيدات وللرجال، ما هياش بس للسيدات الحقيقة، لأن ده مشكلة بتصيب السيدات والرجال أحيانا في سن مبكرة بعد مثلا سن 40. مظبوط. فهما محتاجين لتثقيف صحي، طريق وعي بطريقة الـ 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 الأكل، نظام الغذائي المناسب، أهمية الرياضة في حياتنا، كل دي أشياء مهمة جدا. طب في رحلة حامل هل برضو الرجال بيشاركوا في حاجة؟ هل يعني أنا واحد من الناس محتاج فعلا تثقيف أكتر عن أن أنا إزاي أساعد زوجتي؟ بالضبط زي ما قلت لحضرتك يمكن من دقايق أنه الزوج له دور مهم جدا في أنه يبقى داعم نفسي للزوجة أثناء فترة الحمل وأثناء فترة الولادة، في الولادة نفسها وما بعد الولادة لازم هيساعدها طبعا. الحاجة الثانية طبعا في حاجات بعيدة عن رحلة الحمل نفسها، يعني ما قبل الحمل الحقيقة السيدات اللي بيعدوا نفسهم ان هم يكونوا أمهات لازم يبقوا مثقفين صحيا الفترة الزمنية المناسبة بين كل حمل وآخر، مثلا ما ينفعش تبقى قصيرة قوي، ده لازم يشاركها في الاهتمام ده الزوج الحقيقة. دي حاجة من الحاجات الأساسية طبعا، ده للحفاظ على صحة المرأة نفسه في دي جزء، والجزء الآخر هو القدرة على التربية حاجة نفسية بالتأكيد. صحة المرأة سواء كانت حتى النفسية، الصحة النفسية ده شيء مهم جدا الحقيقة، لأن هي مسؤولة عن تربية الأجيال القادمة طبعا. فصحة المرأة باختصار هي صحة مصر. طب دكتور خليني أسألك، يعني طبعا البرامج والمبادرات اللي بتتبناها الهيئة العامة للرعاية الصحية مش بعيدة عن المبادرات الرئاسية زي 100 مليون صحة طبعا، إزاي بيتم التنسيق بين كل المبادرات دي وتوجيهها للمواطن وجعل المواطن يستفيد منها بشكل أكبر؟ الهيئة الحقيقة طبعا بكل زملائي في الهيئة ورئيس الهيئة الدكتور أحمد السوكي بيقدم كل مستشفيات الهيئة كمنافذ لتقديم هذه الخدمة، وبنقدم كمان الستاف، بنقدم كمان الأطباء، بنقدم الفرق المساعدة التمريض ومساعدين في الفنيين الأشعة المعمل، كل الخدمات المساعدة دي بنقدمها من خلال المستشفيات بتاعتنا. احنا عندنا 10 مستشفيات دلوقتي في الجمهورية، واعتقد انها في طريقها الى الزيادة. قدمنا حوالي 8 مليون خدمة طبية للناس المؤمن عليهم، ونعمل طبعا ان الامور تزيد اكتر من كده ان شاء الله. طيب دكتور من خلال زي ما حضرتك بتقول التشعب ان شاء الله والزيادة، سواء دخول مع مبادرات اخرى او حتى داخل
المبادرات الخاصة بالهيئة. بالتأكيد مع الذهاب للمحافظات بيبقى فيه شيء يعني أصعب من المواجهة الصحية، فكرة التعامل مع المرأة المتحفظة، المرأة في المحافظات، محافظات الصعيد، محافظات سيناء زي ما حضرتك قلت، كيف يتم التعامل؟ هل من ضمن هذه المبادرات ومن ضمن البرامج في التدريب للقائمين على تقديم الرعاية في جزء خاص بالتعامل المجتمعي، التعامل الاجتماعي والنفسي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، أنا أعتقد أنه من التحديات القوية هي تغيير بعض المفاهيم المجتمعية عندنا المتصلة بالرعاية الصحية. طبعا احنا الفرق بتاعتنا من ضمن ورش العمل اللي بيحضروها، من ضمن الكورسز او الدورات اللي بيحضروها، حاجات لها علاقة بالتواصل المجتمعي، التواصل مع الآخرين، القدرة على التواصل وتوصيل الأفكار وتغيير مفاهيم الناس، ده شيء مهم جدا. دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى موجودة ومتوفرة في مقدم هذه الخدمة. طبعا طبعا. طيب يعني لو هكلم مع حضرتك يا دكتور عن استقبال السيدات للنصائح أو للتفاعل معهم بشكل عام، هل بيستقبلوها بسهولة؟ يعني مثلا فكرة الوقت زي ما حضرتك كنت بتقول بين وصحة المرأة وأنه لازم يبقى الولادة الأولى والولادة الثانية بالضبط، يعني بيتقبلوا بالذات في المناطق الريفية وفي الصعيد، لأنه هم بيبقى فيه يعني معروف أنه هو دايما بتبقى يعني ما بياخدوش وقت كبير بين المولودين. أعتقد أن الدنيا بتتغير وإحنا بنتحرك قدام، وأنا بشوف أن في تغيير، ويمكن طبعا أنتوا بتشاركونا، أنتوا ليكم يعني دور كبير، الإعلام له دور كبير في ترسيخ هذه المفاهيم يا جماعة. طيب دكتور، يعني مع هذه المبادرة سواء رحلة حامل وهذه المبادرات والدخول مع منظومة التأمين الصحي، إيه اللي بتقدمه الهيئة مختلف أو آخر نقدر نضيفه ونوصله لمشاهدنا أو محطوط على الخطة المستقبلية؟ إحنا شايفين خطط بتتجه فيها الدولة، سواء مثلا مبادرة حياة كريمة إن إحنا نقدر نوصل في كل حتة، مبادرات خاصة بالتنمية المستدامة، إيه اللي ممكن يحصل ده في مجال الصحي والخاص بالنساء والتوليد وصحة المرأة؟ إحنا عندنا دلوقتي يعني مركز مثلا موجود في إسماعيلية لطب الجنين. طبعا طب الجنين والتوقع بوجود مشاكل خلقية أو مشاكل طبية في الجنين القادم، القدرة على أن احنا نعرف ده، القدرة على أن احنا ننصح الأب والأم ده بخصوص طفل قادم أو حمل قادم، ده أعتقد ده موضوع مهم جدا. أن احنا نقدر نوصل بأن احنا ما يكونش عندنا نسب أطفال فيهم مشاكل خلقية أو وراثية، ده موضوع مهم قوي. طبعا معلومات كتيرة حضرتك اديتها لنا، أحب أشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا دكتور عصام بشارة، مستشار هيئة الرعاية الصحية لشؤون النساء والتوليد، شكرا لحضرتك شكرا جزيلا دكتور. وبالتأكيد كمان إن شاء الله نكون متابعين لكل ما هو جديد وكل ما هي برامج. شكرا جزيلا لحضرتك. مع هذه الفقرة الهامة اللي احنا تحدثنا فيها عن الناحية الصحية للمرأة بتنتهي حلقة النهاردة من هذا الصباح. زي ما بندعي وبنقول دايما في آخر كل حلقة، بنتمنى إن شاء الله تكون خدمتنا وفقرتنا النهاردة كانت واصلة لحضراتكم، ودايما تابعونا بكل ما هو جديد سواء من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا ومتابعتنا على إكسترا نيوز. نشكركم وبشكرك يا نهى على هذه الحلقة. شكرا يا محمود، شكرا جزيلا، وشكرا لكل المشاهدين، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح من الساعة 8 للساعة 11 إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.